دابا المراه كضرب الراجل بالفلوس انا ضد الفكره ديال تزوج بموظف كاينين شي بنات اللي با... اللي باغيين يعيشوا على ظهر الراجل فابور فابور نطلقوا وناخذ لك 50% ديالك و... وندي لك وفلوسي هذوك لا فراسك هذاك اللي كيخلص على البنت راه كيتسنى شي حاجه علاش انت تقرا انا انا كنسلف بلي زانتيري انا تشد 10 المليون ما كيش لك والو راك فقير كن عرفتي كنكره شي حاجه سميتها النفاق الاجتماعي انا ما كناخذش كريدي وانا ضد الكريدي وهو فرقعه كريدي كون مرتاح في, في التوجهات ديالك كي ما تجيش تطبقها عليا انا جاوبنا بصراحه انا انا مات لي القلب شحال أه. ما عنديش مشكل مع الكريز حرام ماشي حرام هناك التشاركيه واحد الطريقه باش نجيبوا الكاش اللي ما بغاش يدخل البنك انا واش كتخاف من العين ولا ما مش حال هذي وانا عزاله على ما عمري ما بارطاجيت معلومات على بنتي جبد لي مساكين علاش جبد مساكين يقدر يسمع لك شي حاجه في شكل غيتصدم وما يبقاش يحملك اصلا الهدف ديال هذا البودكاست انا ما باغيش نجيب الناس باش يبقاو يعاودوا لنا على على شنو داروا وشنو حققوا بغيت بالعكس واش وبغل... مح... كتسولني نعضر... هذه الاسئله انا لا وما مسولش كنا شو تحقق ولا عندك الفلوس سير يلا سير فهمتيني مالغي راه خدام راسي عندك الفلوس ما كتبغيش تبينهم علاش اخويا يعني. زهير؟ ما عنديش الفلوس انا لا انت عندك الفلوس دابا حاليا دابا انت اي داكشي لا لا أنت 100 درهم اللي عندي الكوبون باش تمشيوش معاك امريكا في المغرب كاع ما كاين لا لا هو لا <applause> <applause> آه. آه انا عند بنات السيد هذا مية درهم في جيبي هذا اللي عندي صافي زهير انا فرحان بزاف انك جيتي اليوم الله يحفظك اللي بغيت الدراري يعرفوا سيكو انا زهير صاحبي من مده اربع سنين علاقتنا بدات بواحد الطريقه اللي في شكل كان انا نعاود لهم في كيفاش تراه شي صراع واقيلا انت خصك لا ماشي صراع لا بالضبط بالعكس بالعكس كنتي مازال عاقل كنتي يلاه بادي وكنت ديما كطقيني وما ما كنتش كنشوفها آه. واحد ال... واحد المره شفت ستوري و... وبان لي داكشي انتريسون وبارطاجيتها انت آه. منين بارطاجيتها عجبك الحال آه. فرحتي قلت زعما انا كنت ديك الساعه شنو نهضر واقعيا يعني. كنت ديك الساعه آه. داكشي شويه بس, 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 بس... لي زابوني وكذا لا لا شوف انا نقول لك علاش طاقيتك حتى داكشي اللي كتي كدير كان كيعجبني انا نقول لك ش... وقتاش كنت فيه فوقاش في الوقيته شحال هذه شنو لك كنت ديك الساعه شي حاجه على الهجره ولا شي حاجه بحال <تسغل> هكا كندوي على قرايه فرنسا في آه. الاول آه. اه وكان كتبارطاجي شي حوايج اخرين هذيك الساعه بقيت عاقل عليها وعجبني الكونتنت حيت ب... حيت كتعطي واحد الكونتنت ولكن ما كت ما كتبقاش تهضر زعما على راسك بزايد آه. وداك الشيء هذا الشيء علاش عجبني انا المهم ديك الساعه وين مدينة بدينا كندوي كنت كندوي ديك الساعه التريدينغ اه كنا كندوي تري دونك ميزيك كتبارطاجي عجبني الافكار ديالك كنا لقيت تقريبا في السيم اه لقيت اون فيت داك ل... المشكل اللي عندنا ديال الفلوس مهم. في المغرب ما عمر شي واحد دوى عليه بنفس الطريقه اللي كدوي عليه كان ديما بحال بحال اللي طابو عندنا في المغرب بحال اللي زعما حرام تقول راه ما مزيانش نخسر الفلوس بهذه الطريقه هذه مزيان نجمع الفلوس هكا ما نخسرش راسي نلبس غير تيشيرت سامبل ب 4 دولار ماشي نسيه بلا مارك المهم ومال... انت دويتي بواحد الطريقه اللي زعمتي وهادشي اللي عجبني انا لقيت لقيت راسي في الافكار ديالك اللي العائله ما تعجبهمش مثلا ديما وما تضيعش في راسك ولكن انا مرتاح بديك الطريقه علاش كتنتقدوني كت 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 انت دويتي عليها بديك لا فاسون اللي بحال اللي خرجتيها بشي كلمات انا ما عرفتش نعبرهم براسي فهمت شنو بغيت نقول لك داكشي اللي عجبني بقيت كنبارطاجي ملي بارطاجي حتى عجبك الحال وهكاك تكون هذيك العلاقه ديال الصداقه اللي بيني آه. وبينك وبقينا شي كيبارطاجي شي بقينا آه. كبروا مع بعضياتنا هكاك ااه نط أه، كليك <ملاقي> كبيره كان داك كريبتو ما كان مهدي ديال فرنسا كنا كن كنا شادين واحد القطعه كنا كنتقاتلوا مالين تريدينغ مع الانفستمنت مع مالين كريبتو هكا بدات تغلبنا على الناس الناس الكريبتو هكا بدات بقات هكا حتى جات الفرصه دابا جيتي جيت امريكان عندنا و جيت تشوفنا دابا عاد غنتعرف عليك انا بصح اللي اللي بغيت ندير هو نتعرفوا عليك كاملين لا كوميونيتي ديال تدري المغرب كاملين نتعرفوا عليك عن طريقي انا وعن طريق البودكاست اللي غادي نديرو اوكي دونك اللي بغيت اخويا زهير تبسط لنا الطريقه ديال التعامل الفلوس في البودكاست كامل وكيفاش نقدو فعلا أه نديرو نديروا واحد الانفستمنت ولا واحد الثروه ماشي بالضروره تكون كبيره حنا كنهضروا على دي دي, دي شيخ اللي يكونوا معقولين فهمتيني أه بالطريقه ديالك نتايا طون كو سو so, من الناحيه ديال الثروه هذه الكلمه بعد هذه دي بوحده ديال آه. الثروه بنادم فاش كيسمع ثروه كيتحب ليه راه بزاف ديال الفلوس آه. آه. وكي دائما كيلصقها مع الفلوس مع آه. الفلوس الثروه هي الفلوس آه. بينما في, في ميريكان مثلا كيتسمى بيرسونال ويلث اوكي بيرسونال ويلث هو شنو عندك شي شنو هي الثروه هما عباره على واحد الاصول اللي القيمه ديالهم كترتفع او كيجينيريو لك فلوس هادو okay. هما الاصول وهذه هي الثروه الفكره ديال معظم المغاربه دي ديال ديال الثروه هي واحد الفكره اللي كانت نيجاتيف okay. مثلا اي واحد كنقولوا هذاك ثري عنده الفلوس ثري ثري عنده الفلوس وهو راه ثري راه عنده مشاريع وعنده بزنسز وعندو أصول. عندو اصول عندو عقار exactly. عنده عندو اسهم عندو سندات عنده دي زانفيستيسمون في, في شركات كبرى كي انفيستي مع ابناك استثماريه كبيره الى اخره هادو هما هذه الثروه لكن للاسف كيبقى بنادم دائما كيركز على الفلوس حيت ماشي كيركز على الفلوس لان ما عندناش ثقافه ماليه خويا زوير هذا هو الفرق تنظن ما انا ما عمري تفك... أقلت ما عمري عقلت على والدي كيعلمونا كيفاش كنتعاملوا مع الفلوس اولا المدرسه عندنا واحد الموديول كيفاش كتعامل مع الفلوس كيفاش تجيري كاين ولا ما كايناش برا ما عرفتش كاين هذه القضيه هذه اولا اولا اسمح لي كنت باغي نقول بعض الناس ولا بعض الفئات هنا في المجتمع المغربي مه. مثلا آه، الناس اللي مثلا اللي ساكنين في منطقة ديال فاس ولا مثلا آه، الناس ديال الامازيغيين سواسة وهذا هذوك تكون عندهم واحد العلاقه مع ديال الفلوس آه، من غير الناس الناس اللي في مناطق اخرى في المغرب حيت هما اللي كتشوفهم كيديروا كثر التجاره، دونك طيب تيعرفوا القيمه ديال الفلوس، وكيعرفوا كيفاش يخدموا بها. شحال من مره كتشوف كل حنون كتلقى عنده ديور، كتلقى عنده طوموبيلات، وما كتبانش عليه. علاش بالضبط غير الفئات هذو اللي كتبان اللي كيعرفوا يتعاملوا مع الفلوس، والفئات الاخرين لا. هذه شي شويه القصه طويله، انا غادي نقول غير الراي ديالي لان كل واحد كيفاش غادي يشوفها. غادي نحاول نختصرها شي شويه. كنظن، وهذا غير راي ديالي انا شخصي، كنظن بان التعامل ديال الناس اللي في مع المال تكتسب عن طريق الاحتكاك مع اليهود اللي كانوا ساكنين تما. واليهود اللي كانوا ساكنين تما اكتسبوا هذيك الفكره ديال التعامل مع المال من الماضي، حيت شحال هذه اليهود ما كانش عندهم الحق يكون عندهم ارض، يكون عندهم امثال كل شي حاجه، مكي. كان عندهم الحق يكون عندهم غير الفلوس ويتعاملوا بالفلوس، مم. ما عندوش الحق يشري دار، ما عندوش حق يشري ارض إلى آخره. إذا هو تعلم بزز منه اليهود تعلموا بزاف منهم يتعاملوا مع المال mm. لانهم ما يقدروش يشريوا هذا الشيء وفاش جاوا المغرب الكونتاكت اللي كانت تمايا <سؤال> داز الميساج تعلموا منهم لان اليهود الاكثريه كانوا كيديروا التجاره وسواسة حتى هما ولاو كيديروا التجاره وانتشرت هذه الفكره هذه كتبقى نظريه ديالي لان كل واحد كيقول كي لك لا هذه وهذا وهذا الشيء عاوتاني باش ما عاوتاني نعمموا راه كاين بعض المرات سواسه اللي كيخسروا فلوس بواحد الطريقه ما كيناش كيطلع شي ولد كي كيطرد كاع داكشي اللي اللي جمع ليه باه اذا هنا فاش كنجينيراليزيو كنقولوا غير الاكثريه دير بحال هكا اكثريه فوالا اكثريه دير بحال أه. غير هما اكتسبوها انا كنظن اكتسبوها جدود جدودهم مع اليهود هذه هي الفكره اللي بالنسبه للسؤال الاول اللي قلتي لي ديال التعامل مع المال ما كاينش في العائلات دابا المشكله ماشي حتى في العائلات ما كاينش في العائلات وما كاينش حتى في في المدرسة ما حتى مع الأصدقاء ما كاينش و... وخ... أي حاجة كتشوفها هنا بالفلوس هذا الكرسي بالفلوس حوايج بالفلوس كاميرا بالفلوس كل شيء بالفلوس كل شيء بالفلوس ما يمكنش وتاكل بالفلوس إذا ما كانش عندك فلوس ما تاكلش ما تلقاش فين تبات ما تلقاش والو إذا الفلوس دايرين بك وما عندنا لا حتى شي فكرة وما عندنا لا حتى شي فكرة هذا هو المشكل الكبير وهذا الشيء علاش كتشوف بزاف ديال الفقراء ورا كنت قلتها واحد المره في انستغرام قلت بان كاين الفقراء كينقسموا لجوج كاين الفقر اللي كطيح فيه لان الوضع ديالك ما قريتيش شي حاجه الى اخره وكاين واحد الفقر معاصر كتلقى واحد كيشد مليون ما قاداش كتلقى واحد كيشد جوج آه. المليون ما قاداش وكتلقى واحد كيشد 2500 الف وكيشيط منا وكيشيط منا وعنده عائله وي. كتقول انت كيف وهادو فاش كيتلاقاو ما كيتفاهموش هاد كيقول لي لا وانت ما فهمتينيش لا انا عندي كريدي وكتلقى غير التعامل مع المال هو المشكل كيبدا من الديبار التعامل مع المال وكاين وحتى داك التعامل مع المال كاين فيه بزاف ديال الحوايج كاين مشاكل نفسيه إذا كان عندك مشاكل نفسيه كيدخلوا لك عاوتاني مع الفلوس كتولي تخسر بزاف ديال الى اخره قصه شي شويه مربكه فهمتك وانا كنظن كاين جوج الحوايج اللي ممكن فيهم تعلم كيفاش تتعامل مع المال سواء كيف قلتي تكون واحد المنظومه ولا واحد المؤسسه سواء تكون في العائله ولا في المدرسه ولا في هذا اللي تعلمك كيفاش دير التعامل معاهم <applause> سواء عن طريق التجارب انا شخصيا تعلمت كيفاش كيفاش نتعامل مع الفلوس منين منين خرجت لبرا حيت كان عندي واحد البيوتجي <applause> <applause> اللي ما كانش خاصني نديباسيه و تيخصني نقضي به جميع أغراض ديالي دونك إلى في ولا هذا ما كاينش اللي غادي يعقل عليا مم. وحتى حتى في المغرب حتى قبل ما نخرج من, من هذا يعني مثلا نهضروا شوف نهضروا بصراحه مم. كان الوالد كيعطيني 500 درهم في الشهر ديك الساعه تنقرا انا في لافاك دونك خصني ندوز بها الشهر كامل تيخصني نخلص بها الطوبيس ديالي نتغدى بها نخلص بها لاصال ديالي ونمشي كنت تيخصني هذيك 500 درهم نعرف كيفاش نقدر نتعامل بها راه ماشي كذوب ولا راه فغيمون 500 درهم صافي 100 درهم 100 درهم ديال الطوبيس عندي لو شوا سوا نبقى كناكل كل نهار ب 20 درهم ودغيا نطب فلوسي مم. او نبقى نشط اوبيس نضرب ساعه نرجع حتى للدار ناكل ونرجع دونك هادشي اللي كنت كندير اولا كنصبر حتى كندخل للدار عاد كناكل وما كنخسر والو. صافي تعلمت وكنت كنصيد من ديك 500 درهم دونك هذه هي اللي علمتني في الاول ابخي ملي مشيت ل.. مشيت لبرا ولا عندي هان عن شويه كبير تيخصني نخلص مثلا الكرا ديالي الماكله ديالي القرايه ديالي داكشي دي كامل مم. هنا فين بدات 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 ديك فغيمون بحال وليتي مستقل بديت كنعرف نجيري فلوسي بديت نعرف مثلا آه كندير مثلا سكون ابيل لي شارج لي فيكس شي حاجه لي فيكس ما عنديش نهرب منها تعلمت واحد الطريقه ديال مثلا الادخار ما كيدارش حتى كنخسر فلوسي كامله تيخصني دي نديرهم في الاول بحال لي شارج فيكس هي كنخرجها من من الاول البيوتجي ولكن اسمح لي ولكن واش بقيتي بعد درتي تما حتى بدا كيدخلوا الفلوس حتى دابا حاليا مازال نفس نفس ريت نفس الريتم ما لان هذا الشيء اللي اللي خدم لي ومازال خدام علاش غادي نغيره لا حيت كاين اللي كاين اللي كاين اللي كيكون كاين الفرق ما بين تكون طالب وعندك بيدجي عطاها لك الوالد أه. وما بين سالير انت خدمتي عليه ودخلتي حيت كاين اللي كي هذيك من انتقال من طالب لسالير أه. كيوقعوا فيها المشاكل انا الـ انا الـ اللي كنشوف راسي ولي اللي خلاني آه نعرف نتعامل مع المال مزيان هو بقيت كنعيش بالنيفو ديال طالب وانا وانا سالاري <applause> اه فهمتيني نعطيك فاكتس منين خدمت ولات عندي واحد الصالير مزيان ما مشيتش سكنت بوحدي بقيت ساكن مع واحد صاحبي سكننا بجوج في ابارتمون طيب وحده وبقيتو خدام بقينا مشاركين يعني كان يعني كان كنقول مثلا كنت غنخلص مثلا 700 7000 درهم ولا 8000 درهم في الكره كنخلص دابا غير 3000 هذيك 3000 كنشيطها غادي نشيطها غير من الكره وعاد داك الشيء اللي كنشيط من الصالير فهمتيني؟ مم. مم. فهمت عاود شويه قلنا دابا ترقعنا بدينا كندخلوا الفلوس ونكريو دار شويه كبيره ويني بقينا كومون ساكنين مجموعين ولكن انت دابا هذا بحال قلت ليكسبسيون ماشي كل تيدير بحال هكا. مي خص تكون هادي نورمال ماشي غير إكسبسيون. أه حيت علاش انا انا ما مزوجش ما عندي حتى شي حاجة، علاش غنمشي مثلا نخسر بزاف د الفلوس غير في دار؟ دابا انت كتهضر، كتهضر من المنطلق ديالك أه ولكن خاصك دابا خاصك تهضر من منطلق المجتمع فهمتي؟ المجتمع كله الاكثرية ضحية ماركتينغ. فوالا. أه ما فهمتي؟ دابا انت عندك فلوس. أه ما ندير شنو بالفلوس اكثر اللي كيخبي الفلوس ما عارفش اصلا شنو بغا يدير بهم كيجمع خاصو يجمع الفلوس دوير الزمان ما عارفش شنو يقدر يوقع الى اخره كيجمع يجمع الفلوس ما عندوش واحد الهدف حتى تيجي واحد النهار واحد الماركتور صحيح كيجي كي كيلعب ليه على واحد المشكل نفسي شحال هذه قديم عنده غتلقى الحريه ديالك الطوموبيل غتلقى الحريه وكيدخلوا بدوك العودانات كيبداو يجريو ما عندهم حتى علاقه بديك الطوموبيل شنو كدير والماء كيبدا يترش في واحد البلاصه والغي هو كيضوء واحد الفيلم كاين في ذاك الفيديو ما عنده حتى علاقه بالدور ديال الطوموبيل كيتجر لان كيشوفوا الحريه اللي ما كانتش عنده غتولي عنده في الطوموبيل كيشد دوك الفلوس كاملين كيشري كيشري بالمشاعر ديالو كنهضر لك على المجتمع حيت ما عندوش هذا هو يجمعوا وما عرفش علاش كيجمع خاصك تفكر بحال المجتمع الا بغيتي فريمون تعرف دابا هو هذاك اللي غادي يبغي يبدل حياته دابا اذا كان شي واحد كيتفرج طبعا. فينا وعنده هذا المشكل هذا الا بغى يبدل حياته ما يقدرش خاصو يتبدل بزاف ديال الحوايج لداخل خاصو يبدا براسو ويبقى غادي بشويه بشويه عاد يبدا يفهم العالم حيت دابا صعيب تجي تشوف هكا العالم بطريقه سطحيه تقول هذاك بغى يبيع لي الطونوبيل وكيدير لي اشاره خاصك تخدم على راسك فاش كتخدم على راسك كيجي جميع انواع الاشعارات والديستراكشنز والتبرزيط وكل شيء ولكن انت دير خطه انا شخصيا هذا الشيء اللي توقع لي مثلا مثلا تبرزت بداك الشيء ديال الماركتينغ ولا شي حاجه لا ولكن يعني, يعني الانسان يقدر يمشي ضحيه الا ما كانتش عنده واحد الحاجه نورمالمون آه، دابا التعامل مع الفل دابا بغيتي تخبي الفلوس آه. خص يكون علاش آه. واحد الهدف علاش كتخبي الفلوس آه. الواي هذا هو هذا هو اللي بغيت تقولش لي انا مثلا كنشد 5000 درهم غنخبي 1000 ألف درهم 2000 درهم كنشد مليون غنخبي 3000 4000 ونعيش شي شويه ولاش ديك 3000 4000 شنو باغي دير غنخبي <applause> دوير الزمان هذه آه هذه فكره غالطه هي نورمالمون خاصك دير اهداف قصيره المدى متوسطه وطويله المدى من ناحيه ديال الفلوس اوكي <applause> انا هاد العامين غادي نخبي باش نبدا نستثمر فلوس ديالي مثلا غير باش ندخل البورصه غنقدر نشري شي ارض في المستقبل ماشي حنا نقولوها العامين العامين الاولى هو انفيستي ونخبي شي فلوس في حالة الله يحفظ وقعت لي شي حاجة شي مرض شي خسرة طنوبيل إلا كنتي ضروري عندك طنوبيل إلى آخره هاد هادوك الفلوس ديال هذا العامية هذا المدى قصير دونك هذا مثلا كتقول لو وقعت لي شي حاجة هذا كنسميو حساب الطوارئ اه دونك أنت اللي كنتي دوزي هذا الموضوع بغيت تفسروا دابا الناس كل حساب لاش كيصلح كي وشحال من واحد شحال زعما كل فرد فينا خاصو يكون عنده واحد النوع ديال الحسابات قبل ما يبدا آه مثلا الاستثمار والحسابات آه حسابات كاينين بزاف وكتبقى م. هنا كتبدل حسب بزاف ديال الحوايج ما بغيتش ندخل في الاشياء حيت كاين اللي ما يبغيش يدير مثلا حساب ديال ديال الدفتر لا شوف حنا ندخل حنا نعطيو حنا نعطيو شنو كاين وكل واحد براسو مزيان هذه الفكره نورمالمون في الحسابات كيكون كونت كورا حساب مع عرفتش يقولوا ليه بالعربيه اللي كيدخلوا فيه الفلوس ديالك آه. أنت خدام كتعطي لك الريب ديالك كيدخلوا ليه الفلوس هذاك الحساب غير ديال المصاريف غير هذاك الشهر عندك من نهار واحد حتى النهار 31 الفلوس اللي غتخسر من نهار واحد ل 31 هو اللي غيبقاو تما كتدخل كتقول بقات لي 500 درهم بقات لي 1000 درهم لهذا الشهر هذا ما كتشوفش أنت شنو عندك كتشوف غير شنو غتخسر هذا الشهر الحساب الثاني هو كيتسمى كونت سور كارني حساب دفتر وقيله كيتسمى بالعربيه. هو حساب الادخار. اه هذاك ديال الادخار، كدير فيه الفلوس اللي اللي أنت باغي تخبي، يا فلوس الطوارئ شي حاجة وقعات لك، وهذوك فلوس الطوارئ كتحددهم بواحد الرقم، حسب الوضعية ديالك، كاين اللي مثلا آه فلوس الطوارئ يقدر يكونوا 3 مليون، كاين اللي يكون عنده جوج، كاين اللي يكون عنده مليون. على حسب واش خدام ولا طالب ولا. اه خدام، طالب، عنده عائلة، شحال في عمره واش عنده لاسيرونس الا وقعت ليه شي حاجه واش عنده طوموبيل شحال من دري عنده ومن أحسن من احسن بالنسبه باش نسهلوا الناس حساب الطوارئ تيقول لك تخلي عليك واحد واحد 6 ديال الصالير هاد 6 انا ما كنتفقش معاها هاد 6 شهور ديال الصالير عندها علاقه بميريكان مه. انا كان غير شي شويه مغربيه الفكره حسب الوضع ديال المغاربه دونك الا بغيتي تعطي واحد لا ولا واحد المعادله شحال خاص يكون فيه تقريبا دابا انا كان انا كنشرح لك دابا الفكره هو آه، ست شهور هي فكره امريكيه علاش فكره امريكيه لان الامريكان آه، تقدر تفقد الخدمه ديالك في اي لحظه بينما في المغرب الى كنتي في الدوله ولا كنتي في الخواص صعيب يخرجوك ماشي ساهله ماشي هاد الشركه صافي ما تجري شي يعدن يقدروا يجرو عليك كاين بزاف ديال الحوايج ميريكان يقدر يجري عليك <مريكان> في اي لحظه اذا خاصك تخبي ست شهور بدون ما تلقى خدمه في ميريكان بينما هنايا في المغرب الخدمه شيئا ما بين قوسين مستقره ما يقدروش يجريو عليك دغيا اذا <applause> ما كاينش هذا المشكل المشكل الثاني هو إذا كانت عندك اسيرونس كنت ليش مستقره بزاف اخويا زهير زعما ودابا وبينك آه. واحد خدام في وزاره العدل لا خلي ديال الدوله واخا نحطو الدوله واحد راه لي كونكور لهم ديالهم ماشي آه. اوكي لا انا كنقولك في الخاص تما انا أكترية في الخاص اكثريه في الخاص آه الخاص خاص يكون مشكل في الشركه باش يخرجك نعطيك غير مثال دابا لي سونتر صاحبي راه شحال من واحد كنعرفو كنسمع تيقول له الله يعاون الله يعاون ولكن ما جابش مثلا ما جابش مثلا شنو تيقولوا ذاك التارجت ديالو ولا هذا تيقول الله يعاون ولكن نعطيك مزيان من قلت هذا عنده واحد الحاجه كتسبب بالترانسفيربل سكيل المعنى ديالها هو انه خدام سونتر دابيل هنا غدا بعدو غيدخل سونتر دابيل مع الدوره زعما ماشي ما كاينش كين... واحد المده طويله اللي غيبقى هو جالس فيها حيت كاين لي سونتر دابيل بزاف ودوموند اكثر من الى اخره فهمتي دابا الفكره عنده واحد السكيل اللي يقدر يقلبها ويخدم بها بالزربه اوكي كاين الناس اللي ما عندهمش بحال مثلا خدام في الدوله جراو عليك وانت كتعرف دير غير ذاك الطاش اللي عطاوها لك هنا غتلقى مشكله باش تانتيغرا عاوتاني مع البريفي خصك تعاود تقرا والى اخره يعني هو دابا الفكرة للفكره هو بالنسبه للمغرب لاج وقلنا التغطيه الصحيه وقلنا عندك ولاد ما عندكش عندك طوموبيل ما عندك هذوما كاملين كتجمعهم وكتخرج بواحد الرقم اللي تقدر تخبي وي <applause> فهمتك على حسب كل واحد الوضع بحال واحد كيما واحد ساكن بوحدو وعايش بوحدو راه ما غايخبيش نفس الفلوس اللي واحد عنده واحد تخوا تيب اللي يقدر يقيسوا كل هي نورمالمون كتكون هي استيماسيون مثلا <applause> اه مثلا طالب امم طالب غادي يدير دي الكالكول ديال داكشي دي دي اللي كيخسر في الشهر دابا الطالب ما عندوش صالير صعيب آه. فهمتي انا كنهضر على شي واحد اللي شي واحد مثلا عنده حنا نقولوا مثلا اون موان بنادم دابا راه كيشد واحد 6000 5000 درهم يقدر يدير هاني آه صعيبه والله الا صعيبه ولكن نقدر نقول لك مثلا شهرين ثلاث شهور مزيانه غير هي صعيبه لان حنا ما عارفينش الطارج ديالو ما عارفينش واش مريض ولا ما مريضش ما عارفين فاهمتي كاين بزاف ديال الحوايج صعيب اه كتكون هذه الرقم كيتغير كل شخص كل شخص والرقم ديالو اه يمكن يعني تجي تقول لهم كلكم خبيو مليون كلكم خبيو جوج هذه من ناحيه ديال الدفتر ديال حساب الدفتر كيتسمى قال بالعربيه كونت كارني المهم حساب الدخل حنا نقولوا له صافي هذا الكونت كارني كتاخد عليه فوائد لانه مم. كتعتبر آه السندات ديال 57 سيمانه اللي هي وقيله سبعة 57 سيمانه عام هي تقريبا عام وشهر عام وشهر ونص كاين ذاك السند ديال عام وشهر ونص آه عليه واحد فوائد. الفوائد 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 كيطلعوا كيهبطوا حسب تاع الفائده الى اخره هذوك آه الفوائد كالناس اللي ما اللي ما يبغيوهمش اللي كيقول لك اه. هذوك الفوائد أنت من هذا النوع اللي غبرزتك هذه الفوائد وكتشوفهم ربا، ما ديرهمش في هذا الكونت، كاين واحد الكونت واحد آخر. اوكي. اللي كيتسمى حساب استثماري. كاين في الأبناك التشاركية. اوكي. هذا ماشي ريباوي وكيعطي عوائد ضعيفة لا بأس بها مقارنة مع الكونت كارن. سيور كارني. اوكي. إذا الحساب الأول شيك، الحساب الثاني سيور كارني، ولا هذا الحساب ديال الاستثماري. الحساب الثاني هو يدوز نورمالمون لانفستيسمون okay. اوكي يانفيستي انفيستي في المغرب يقدر يانفيستي في الاسهم مثلا في البورصه غير هو عاوتاني الا بغى يدخل البورصه خصو يتعلم شي شويه يعرف شنو واقع الى ما يجيش ما يجيش وي يسمع البورصه يدخل ويبدا يشري اي حاجه وصافي يعني جا نديرو خلاصه اخويا زهير خاص يكون عندك حساب ديال حساب, حساب زعما كونت كورون اللي كيدخلك فيه الصادر وكتخلص لي شارج حساب ادخار يعني ديالك وحساب الطوارئ. آه. نكتخلي فيه. نكتخلي فيه. نكتخلي إحنا ديال الطوارئ اللي كتخلي فيه ديك اللي تنقولوا ديال دوير الزمان اوكي لا مرضتي لا وقع لك شي مشكل ولا هذا آه وحساب ديال آه الاستثمار وكاين واحد كاين واحد الطريقه واحده اخرى ولكن كما قلت هذه على حسب كل واحد الشخص دي. كل واحد والشخصيه ديالو والوضع المالي ديالو في ديك الدقيقه مثال بحال دابا مثلا انا عندي واحد 10 المليون مهم. وانا باغي نشري واحد الدار اقتصاديه ديال 25 مليون مهم. وانا كنجمع عليها هذيك العشره أه ما محتاجاش انا دابا والهدف ديالها ماشي هو باش نعيش الهدف ديالها هو باش نشري ديك الدار اش كندير ديك العشره كنمشي كن كيقولوا لها في البنك كتبلوكي الفلوس اوكي انت كتمشي كتبلوكيها لواحد المده زمنيه واحد العام ولا ست شهور كتاخذ عليها فوائد وكتحافظ عليها وكتاخذ عليها كما قلت لك فوائد وكتبدا تجمع وعاد كتجمعهم بجوج كتوصل ديك 25 اللي تقدر تشري بها ديك الدار كما قلت انا على حسب كل واحد والوضعيه هنا يعني تختلف الوضعيه الانواع ديال الحساب مي جينيرالمون هادو هما اللي قلت هادو هما اللي كاينين هادو هما اللي كاينين نعم داكور اوكي هادي قلنا باش نكمل الفكره هادي قلنا ديال عامين كيفاش ت... كيفاش تتعامل مع الفلوس في عامين تخبي فلوس الطوارئ غادي تخبي عندك شي فلوس ديرهم في السندات ولا ما عجبوك السندات تمشي دير هذوك الابناك التشاركي حساب استثمار ومن بعد غتجي خمس سنين أنا كانت هذه الابنك التشاركيه دابا انت اللي زعما انسان ايكونوميست وكتفهم في الاقتصاد وكتفهم شويه في <applause> كونكريتمون شنو هو بغيتك تفسر لنا شنو هو الفرق ما بين بنك تشاركي وبنك عادي. <applause> <أجب دي المساكين. تصفيق> غاتبدل <applause> لي مشاكل. علاش جبدلت المشاكل؟ بغيتك زعما غير تبين لهم انت كتبسط هذه المفاهيم الاقتصاديه اللي ما تفهمهاش. واخا <applause> كيفاش تيخدم هذا وكيفاش تيخدم هذا. دابا هو هو تقريبا انا انا, أنا شخصيا كيجيني نفس نفس البلان اسمح لي انقاطعك هذاك السؤال الاول والسؤال الثاني علاش ما كتلقاش بنك تشاركي بوحده كلهم خارج بواحد البنكه اللي اللي ديجا كنعرفوها نورمال بحال اللي دايره نافذه كيمثالكم كيم يعني كتقول راه كيفاش غادير لنا بنكه تشاركيه وغتربح اوتخومون حيث ملي كتجي مثلا كدير الحساب ديال الكريدي بشحال غيطيح لك ولا هذا كتلقى تقريبا راه بنفس الشيء باش ربحات الكري... باش البنك العاديه وشوف انا نقول الراي ديالي نقول انا كيجيوني الابناك التشاركيه بحال قلتي واحد واحد الطريقه باش نجيبوا الكاش اللي ما بغاش يدخل البنك فهمتي كاين شي ناس ما بغاوش يدخلوا البنك لان البنك كتعامل بطرق ربويه خصنا نحطوا فلوسنا فيها اوكي حنا بغينا نجروا داك الكاش اذا اش غادي نديرو بنك تشاركي اسلامي كيما بغيتي تسميه سميه باش نجيبو داك الكاش يدخل يعني سي دو ماركتينغ ماشي ماركتينغ وانما آه تلبيه الرغبات آه ديال المجتمع اوكي فهمتي نقدر هي كلشي مستافد المجتمع اللي okay. اللي عنده توجهات دينيه مستافد ما يدخلش الابناك okay. و وللل... الاقتصاد راه كيستافد من دوك الفلوس كيدخل داك الكاش وبورسونتاج باش كيطلعوا كي كيتسموا بالديبوزيت ما عرفتش شنو هما بالعربيه الايداعات الايداعات في في, في الابناك التشاركي راه كبر بكثير من البنوك العاديه آه. عليهم يعني الطلب يعني يعني. كثير داكو عليهم يعني كثير لان بزاف ديال المغاربه كان عندهم هذا المشكل كيخبيو في الكاش غير في الجليجه المخده بيد ما تبان شي حاجه وبانت هذه اللعبه جرات الكاش من ناحيه ديال الكريدي بنك تقليدي وكريدي ابناك التشاركيه انا ما نقدرش نجاوب من الناحيه الدينيه آه حنا كنهضروا على الناحيه الاقتصاديه الناحيه الاقتصاديه آه. تقريبا نفس الديكور غير هو هما كيسميوها مرابحه اي انه هو كيشري دار وكيعاود يبيعها لك وكيبيعها لك بالتقسيط واقيلا بحال هذا الشكل هذا وصافي والاخر كيسلفك فلوس وكتردهم ليه تاو بالتقسيط وعندو ارباح ديالو والاخر كيبيعها لك وكيربح معك الا جيتي في في هي ما هي وما الطريقه آه باش كيبيعها لك كتبان يعني طريقه حلال بحال هكاك بينا نحللوها وصافي هي راه شوف راه كما قلت لك انا ما بغيتش نهضر في هذه المسائل الدينيه لا ما غير كنناقش دابا حنا ماشي تنقولوا لا هذه انا شخصيا كتبان لي بحال بحال فهمتك ولكن الشيخ راه غادي يعرف احسن مني في هذا الشيء غايقول لك لا هذه راه المرابحه راه كيبيع لك الدار انا من كونتي فينونس كيبان لي أه كنشوف هذا شرا دار ب 25 وباع عليا ب 30 هذا عطاني فلوس باش شريت الدار 25 تقامت عليا ب 30 بحال هي ماشي دايره بحال هكا ولكن زعما فهمتي ال... فهمتك في الاخر الكونترات راه هو هو ولكن من ناحيه الدينيه راه حاجه اخرى كما قلت هل انت بالنسبه لك اخويا زهير كتبقى, سنترى... كتبقى آه بشي... زي دي دي زي انت راه كتبقى مسلم ما كتمشيش اه زيد زيد تجبد لي الصداع كاوري زيد غرقني يا زيد 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 غرقني انت واش بالنسبه لك الفائده ريبه وانا انا ماشي شيخ باش نقول لا ماشي شيخ ولكن غير غير لوجيك ديالك اللوجيك ديالك ما كنحاولوش دابا نحلوا ولا نحرموا كنحاولوا غير نناقشوا انا آه. وياك كاصدقاء بحال شي واحدين جالسين في القهوه راه سيغمون كيطرحوا نفس الاسئله الدين صعيب خص شي واحد اللي يقدر يهضر في هذا دل... المجال من غيري انا 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 قلت لك المنظور على ذكر هذه القضيه هذه ما كرهناش انا نجيبوا الدكتور الحلو طلال زعما كنصراحه عيطت له غير مازال ما, ما كونفيرميناش من هذا المنبر هذا اللي كان جاي يجلس معنا و... ويشرح لنا هو اكثر لأنه تبارك الله عليه عنده عنده واحد ل... يقدر هو يعطينا فكره اكثر من الناحيه الدينيه عنده تيفهم مزيان في ليكونومي او ميم طون تيفهم في الدين يعني يقدر يبسطنا هذه الامور بأن وبينا... واش وشنو... شنو اللي شنو اللي خصو يدار ولا ما يدارش دونك هذه دعوه مفتوحه هذه كتبقى الجو كيبقى شويه بيرسونال كل و... كل كيفاش تيقرا كل كيفاش كيقرا انت كيفاش كتقرا سي زهير طيح. انا, معديش... آه. أنا ما عنديش شوف انا ديما كنقولها في انستغرام في يوتيوب في ما آه. ما عنديش مشكل مع الكريدي داكو. حرام ماشي حرام شخصي انا كن عرفتي كنكره شي حاجه سميتها النفاق الاجتماعي لا مزيان هادشي اللي عرفتي شنو النفاق الاجتماعي هو آه. انت تكون عندك كريدي وتخرج على الناس تقول لهم ما تاخذوش كريدي وما تقولش راه عندك كريدي وكاين بزاف في السوشيال ميديا كيديروا هادشي شبعوا كريديات كرشوا مكبرات بالكريدي وكيخرج كيقول انا ضد الكريدي علاش لان عارف المجتمع ما غيعجبوش الهضره اللي غادي يقول فهمتي ما عجبوش ديك الهضره ديال أه ما تاخذش راه انا كريدي مم. نقدر نقول مثلا يقدر يقول انا خديت كريدي وما بغيتكمش تطيحوا في نفس الفخ ولا شي حاجه نفهم ولكن باش يقول هو انا انا ما كناخذش كريدي وانا ضد الكريدي وهو فرقع كريدي وكيعطي صوره اخرى انا ما كنهضر على حتى شي شخص زعما ما يجي شي واحد يقول لي كتمعني عليا ولا ما كنهضر على حتى شي انا زعما الانسان خصو يكون كما هو ما كاينش لا خصك تبدل الديسكور ديالك مع المجتمع انا كان اي واحد كيجي عندي كيكون كي عنده مشكل ديال الكريدي كنقول له ما تاخذوش أه. من ناحيه الدينيه انا ما عرفتش هذا الكريدي كنقول له ما تاخذوش كاين ابناك تشاركي ابناك تشاركي الله اعلم ما تاخذوش أه. كون مرتاح في التوجهات ديالك ولكن ما تجيش تطبقها عليا انا ما تجيش تقول لي وانت كتقول كريدي وانت واخد كريدي انا ناخذ كريدي انا آه. ليغال واش ليغال في المغرب تاخذ كريدي؟ أه. واش ندير شي حاجه غير قانونيه انت واخد كريدي ورا القبر ولا وفهمتي آه، فهمتي ما, ما فهمتش انا الفكره كيجي شي واحد كيقول لي كيقول لي آه، كتاخذ كريدي و بدا يسب و انا كناخذ كريدي ما عنديش معاه مشكل <متصفيق> هذا هو صافي انت سي <متصفيق> زهر تشي سالاري ولا انتربرونور جاوبنا بصراحه نقول واحد السؤال هذا راه هضرت عليه مؤخرا شحال من <متصفيق> واحد سولني كيقول لي فاش خدام أه. والله ما كنعرف نجاوب دابا انت واش خدام عند شي حد ولا خدام ديال راسك انا دابا السؤال اللي عرفتي علاش ما كنعرفش نجاوب أه. حيت واحد النهار كنت واحد اللايف في انستغرام وقلت لهم انا قلت لهم الفلوس. كيجوني الفلوس كيفاش كندير الفلوس اما خدام خد حيت خدام خد انا بالمنظور ديالي خدام وانت كدير واحد الحاجه وكاين لاين وكين الناس وكذا وخاصك شي يكون قاد وكذا ما كتمتعش فيها انت فهمتي okay. كدير واحد الحاجه ما حاملهاش ولكن خصك تاخد عليها فلوس ولكن هذاك الشيء كامل اللي كندير كاع داك الانكم اللي كندير في كل واحد من جهه okay. كله انا بحال اتس جيم انا عندي ماني جيم انا, أنا غنعاود الصياغه ديال السؤال ديالي وانا ما تفكش واش عندك كونترا سي دي اي مع شي شركه لا ما عنديش دونك انت ماشي صراغي وكندافع على الصنار كندافع <applause> 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 على الصنار وهذا الموضوع اللي بغيت ندوي آه لان دابا دا ايه ولات لا مود حاليا هي دابا كتسمع اي إنفلوينسر لا خاصك تخرج من السلاريا خاصو لي اونتربرونور انت واش مع هذه الفكره هذه ولا لا انا شخصيا ما معهاش لان ممكن تكون سلاري أه. وكتضرب فلوس اكثر من ذاك الاونتربرونور و السي اي ديال جميع الشركات كلهم دي سالاري وكيشدوا بزاف ديال الفلوس وكاين انا بعدا نقول لك واحد الحاجه واحد الفكره كنهضرت عليها مع واحد السيد مؤخرا أه تيدير داك كيصاوب دوك شنو يقولوا لهم الابس لي زابليكاسيون وجاتو فرصه باش يخدم مع واحد الشركه امريكيه ستارت اب أم. وديك الشركه بروبوزات عليه انه ياخذ آه كيتسموا ستوك اوبشنز ياخذ لي زاكسيون ديال الشركه, دي الشركة. آه. وهاد الشركه هذه نفسها تدخل في دي البورصه ديال الميريكان غتفرقع غاي غاي ال... الفلوس غيوصلوا لواحد النيفو في شكل وهذا سالير ولكن هو بدا كيسمع ديك الهضره ديال خاصك دير شي حاجه ديالك وهادي مشى هو بغى يصاوب واحد التخربيقه ديالو وشركه وشركه خاصها النيتورك ما يمكنش تخدم بوحدك وتسي قلب على النيتورك وتبقى خدام 20 ساعه في النار ولا ما نعرف وانت هي كتجري وبالنسبه لهاد هاد البروبوزيسيون اللي جاتو هو احسن مشي مش انا ناخذ ستوك اوبشنز عام عامين اضرب المليون دولار الى دخلت بحال الناس اللي خدموا مع اوبر ومع انستغرام ومع هادو كاملين كان عندهم ستوك اوبشنز كلهم استفدوا مده قصيره وي عام عامين صالير ما ماشي مهم في هاد دل... القطاع هادي حيت هنا كتبقى على حسب وكاين الناس اللي اصلا ما خدامش لهم اصلا الفكره ديال يدير دي دي مشروع ما عندوش الكبده ديالها فوالا ما يخدمش ريسك عليها انا آه. كتجيني كتجيني تكون سالاري راه راه مهم في البروسيس ديال ديك بناء ديال ديك الثروه اللي هضرنا عليها في الاول ما يمكنلكش غير تجي تبدا من غير لا كان عندك راس المال او لا والديك لاباس عليهم او هذا يعني الفكره أوه. اللي بغيت نقول انا نقول لك باش دير بيزنس زيك دي خاصك على حسب النوع ديال البيزنس نتورك بحال دابا المهم انا نجاوب على ذاك السؤال اللي تطرح قبيله أه. آه واش خدام ولا اش كدير ولا اخره انا كندير فريلانس مع بزاف فريلانس فن... فاش؟ اه ما بغيتش ما نتعمقش في كل شيء ما تعمقش مي رؤوس عندي واخ عندي واحد ال... كندير فريلانس مع واحد الشركه يابانيه <applause> ريسك مانجمنت اوكي هذه خدمه عندي التيم ديالي كيخدموا لي المسائل كناخد بروجي البروجيكت كنعطي عليهم كنخدموا المسائل كنكون ما مساليش ما كناخدش البروجي ريسك ما فاش بالضبط؟ هذه في الام ان اي تتسمى ب ميرج اكويزيشن اكوزيشن وقيله دونك تشريو شي شركه شركه باغا تشري شركه كتبغي تعرف ريسك ديالها انت كدير ليتود ديال ذاك لونتوبخيز لي بيلون ديالهم وداك الشيء باش تقول آه. لهم واش تشريو ولا ما تشريوش ماشي كنقول لهم كنقول لهم الريسك اللي كاين دابا هو مثلا شركة يابانية بغات تشري شركة مغربية اوكي باغي يعرف الريسك ديالو فهاد في هذه المنطقه ديال شمال افريقيا ولا شنو هما المشاكل اللي كاينين في شمال افريقيا شنو هما الحوايج اللي بوزيتيف شنو يقدر يوقع عليه المشكل واش هو غيبيع البرودوي هنا ولا غيبيع يصابو في شي بلاصه ولا كان هنايا شنو الى اخره قصه طويله شي شويه هذه الخدمه الاولى هذه هذا الخدمه الاولى هادو تبروبوزات عليا باش نخدم معاهم الانكم الاول هذه تبروبوزات عليا نخدم معاهم نمشي لليابان ونخدم معاهم ولكن ما كنظنش انا عندي الجهد ديال اليابانيين باش نخدم انا 12 ساعة في النهار والسبت والاحد وداكشي ما اذا كندير بروجي تيجيني بروجي كنخدم وقت ما بغيت انا اوكي كنعزل انا والوقت اللي نخدم فيه زيد كاينين بروجيات اخرين خدامين في مجالات اخرى بحال ديجيتال ماركتينغ خدام في توادير الايجنسي دي دي ديالي يلا عاد بدات خدام فيها تاهي تمايا ما كانتش عندك المعلومات اخويا عاد كتقول لنا هنا ايوا شتي جاب في ديجيتال اخويا واخا خصنا نديرو يدينا في كل شيء ياك نتاجرو اها زيد وكاين شي حوايج اخرين دابا ما تجي الوقت ديالهم ونقولو كاين الريل استيت هو دابا حنا تنقولو تجي الوقت ديالهم لا هو دابا انا تنقول لك شنو كاين عاوتاني ما تبقاش تقول لي شنو غادي نقول لك شتي دابا حنا هادشي كامل كتقول لنا في السوشيال ميديا انا كنوجد لا ليسونس شي كلشي لايسنس لايسنس ريل استيت لايسنس تولي بحال بروكر ولا آه كتبيع وتشري في ديجا كندير شويه ديال الفليبين آه مزيان تندير الفليبين هاو كتشري الديور وكتبيعهم بحال دوك البرامج ديال امريكا كتشري دار واكله العصا شي شويه مع واحد ثلاثه ديال الناس كتقادوها وكتعاودو فيها البيع في امريكا دونك كتخرج ما بوحدك كيفاش؟ كتدخل مع شركة زعما ما بوحدك اه اه لان البعض كندخل الشركة علاش؟ لان كاين واحد خدام في المجال ديال البناء تقام عليا رخيص انا عم بلاص ما نجيب واحد كونتراكتور ولا يبني لا المهم خليها هذه القصه هذه نهضروا من بعد شي نهار واش زي زهير كيحاول كيدريبلي اه كدريبلي كندريبلي وشي شويه هادشي اللي كاين لقيتيني مدافع اخويا لا. قوي ما غادريبلينيش لا لا صافي صافي زيد زي قلتي زي ريل استيت زيد شنو اخر شي حوايج اخرين ريل استيت تنقولو له ياك ريل استيت okay. ريل استيت صافي هادو شي حوايج اخرين انت هما كان حوايج اخرين اللي كيجيو بروجيات من مرة مرة كاين كنسالتين تا هو كنديرو مع امريكانيين من ناحيه بيرسونال فاينانس الى اخره كاين كمدن الجزائري هذاك أه الشيء قلت لك انا صعيب يسولني شي واحد فاش خدام مم. هي كدير بزاف د الحوايج كندير بزاف د الحوايج وبعض المرات كنبلوكي حاجه وكنبدا في حاجه وكنكون خدام شي حاجه كنبلوكيها واخا كدخل كد فلوس كنمشي على حسب الكانه ديالي وعلى حسب ملي قد زعما نقول لك زعما شنو هي لا عرفتي ايش غادي يقول؟ ايش غادي يقول؟ قولي ايش غادي نقول؟ ودابا انت ما تجبدش السؤال على على لا صافي غادي نقول شنو زعما لا سورس برانسيبال ديال الانكم ديالك زعما اللي اللي كتجيك دائما ريكورونت اللي ما عمرك تقطعها اللي هذيك باش كتخلص لي شارج ديالك اتسيتيرا وهذا اللي كتعول عليها زعما ما كاينش ما معول على حتى وحده راه هذا هذه هي هذا هو البلان بالنسبه للناس اللي كيديروا الفريلانس آه خاص يكون عندك بزاف بزاف ولا كتكون ديما وحده هي اللي كتكون مع في الاول شوف في الاول كتكون عندك وحده وكتبدا تقلب على الاخرين فوالا وكتكون هي السورس من بعد كيوليو كاملين آه شي طاكي علاش كاين شي, مم. مم. كين مم. شي مثلا انت كتدخل واحد الفلوس في واحد الحاجه كتجي واحد الحاجه وتطلع بواحد السرعه كبيره كتولي هذه اللي انت كنتي كتظن انها هي السورس ما بقاتش السورس دابا دا دا انا كنلاحظ دا لك واحد الحاجه من غير البودكاست حتى معايا انا صاحبك زي 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 ما كتبغيش تقول لي شي مرات شي حوايج ولا كتبقى كل مره كت ما عرفت المهم كتبقى تدريب لي كتقول اه علاش واش كتخاف من العين ولا ما لا ما كاين لا عين لا والو شوف علاش ما كتبغيش تقول شنو كاين زعما ماشي ما كتبغيش تقول غير ملي كنتي جاي أمريكا ما بغيتيش تقول لي لا تط اكزاكت بقيتي عليا راه غنجي في الاخر تصار وصافي في فراسك انا فاش جيت للمغرب راه ما قلتهاش حتى للوالده ديالي ولا والله ما في خبر لا والده ديالي لا خويا لا حتى واحد من العائله انا 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 عندي الب... واش بدنا نصدع دابا انت لا عندك رمى ما في أخبار وش فهمتي دابا قلت لك الفكره انا انا من مش هذه وانا عزيز على البرايفسي يعني ما كتبغيش ما كنبغيش نبارطاجي الاشياء الشخصيه ديالي نقول لك واحد الحاجه من جبتي هذا الموضوع عدم مزيان كاين شي ناس آه ما عندهم ما يبارطاجيو غير الحياه ديالهم شوفوا اليوم انا وخالتي ولا انا وعمي ولا انا وهذا غنمشيو نجيبوا الخبز غادي نديو البصله درنا مطيشه غادي نطيبوا هادي حنا غادي للبحر اليوم الله معايا الى اخره كاين الناس دايرين بحال هكا الكونتنت ديالهم هو الحياه ديالهم كي كيبارطاجي معاك حيت ما عنده ما يقول ماشي ما عندوش ما يقول بطريقه سلبيه زعما هادي هاد الشيء بغا هو يبارطاجي هاد الشيء كاين شي اشخاص داخلين السوشيال ميديا على كي معلومات اخرى فهمتي بحال دابا انايا كنبارطاجي كل ما كيتعلق بيرسونال فاينانس التعامل مع المال في انستغرام وشي شويه ديال شنو ما شنو واقع في المجال ديال الاقتصاد في المغرب ولا خارج المغرب في اليوتيوب وفيسبوك الهدف ديالي ما كيهمهمش انايا فين ساكن انا اربع المرات بان كيتوني في ساكن كنقول أنا ساكن كيشوف ذوك الديور كنقول له افران انا ما ما خاصوش يعرف ذوك المعلومات عليا ماشي حيت حيث كاين شي ناس خايبين في السوشيال ميديا. ايه فهمت كيقدروا يأديوك. أي يقدروا يأديو واحد النهار والله إلا قلتها ما قلتها في انستغرام بارطاجيت واحد المعلومة غالطة علي. أه. بالعاني. بالعاني باش تلف آه. تلف منج. والله تضربت بها في الكومونتير وبقيت غير كنضحك ومعلومة أوه. غالطة وبالعاني بارطاجيتها أه. وعرفت شي واحد غيستعملها وضربت الدوره و تكتب في الكومونتير وبقيت كنشوف قلت ها اللي قلنا ويني دابا أنا متفق معك هادشي كامل اللي كتقول السيزون. لا الإنسان غير يركز على الكونتنت ديالو شوف. انت داخل انت داخل تبارطاجي معلومه صافي خلي حيت راه كتولي كتدخل في الايغو وكتبقى تقول لهم انا يا وانا 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 وكتنسى انت الناس ما كيستافدوا منك حتى لعبه كيوليو حاضرين كاين انت اش كدير اي فهمتك فهمتك هذا 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 ما كان شويه ديال البراي بلاتي كتعرف كاري كنعرفو عمرك شتي التصويره ديال مراتو عمرك شتي التصويره ديال ولادو لا ها اه عمرك شتي التصويره ديال دارو من تما مثلا كنشوفو التصويره ديال دارك كنشوف كنعرفوا البنيه ديالك قول إيه دي واحد أل أل <applause> الحاجه مزيان ملي قلتي هذه ديال بارطاجي سميتو هذا غنقول لك واحد الحاجه ديالك سميتو البس البس غنقول لك واحد الحاجه قبل ما نهضروا على هاد الجوج هادو نتاع العائله واحد النهار هادي علاش كنبغي نهضر على البرايفسي واحد النهار غادي داير لايف غادي في الطريق وكيبانو الزناقي السميات أه. ديال الزناقي شي واحد قشع السمية الزنقة قشع السمية ديال الزنقة دي عرف المدينة ويصور لي الدار فين ساكن أنا ويصيفط لي في انستغرام وقال لي أنت راه را ساكن هنا وقال لي راه عارفك فين ساكن هو نيتو ماشي هو ماشي, ماشي خايبة ولكن باش يوصل النيفو ديال بنادم يجبد لك التصويرة فين ساكن أنت من السوشيال ميديا حتى دابا جوجل ماب كيوري الديور وكيوري وعارفك فين ساكن كتخلع شوية كتخلع كتقول هذا السيد هذا اللي رجل اللي دوز غير باش يعرفك أنت فين ساكن راه ما يمكنش مم. وتخيل دابا انت شي واحد تقول شي حيت في السوشيال ميديا كتقول شي حاجه ما كتعجبش شي واحد خاصه في المغرب اه راه كتعرض للسبان اللي ما عمرك تخيل وراه وقعت غير لامين راغب راه مش حالي ملي كانوا كيهاجموه راه طرطقوا له الرويضه ديال الطوموبيل تاعو صاحبي تاقل عليه واحد الفيلم واش السي؟ كانوا باغيين كاع يقتلوا السيد واش كاع شنو دار لكم فهمتيني آه الا آه ما التف... خطيره راه ساهل دابا شوف انا نقول آه. شي حاجه ما تتفقش معايا عادي عادي آه. الناس كيبغيوك البعض ماشي كلشي كيبغيك كيبغيك يرسمك كيف, كيف بغا هو مم. انا بغيتك تهضر في هذه وفي هذه ما تقول لي حتى حاجه على هذه وهادي وهادي مم. غير كتقيس له شي حاجه هو ما تستعجبوش او اللي كتخربق اخي ودي سباب ودي سباب يكون كاين غير شي كلام لي. وما اللي وهما دابا الناس اللي كيديروا لك الكومونتيرات ما كيفكروش لك انت كيفاش كتحس ولا انا انا مات لي القلب شحال هذه انا كاع كد... ما ولكن انا كيبقاو فيا الناس اللي شي وحدي راك شتي في السوشيال ميديا راه ضرباتو ديبرسيون كاين اللي كينتحر يا ومن على هذا البلان هذا لا هما كتيفيتي انت هذا الحماق كامل ما كتعطيهمش داك الفردي اللي غيضربوك به ويعني ما كتخافش على العائله ديالك اللي كتبان معاك شحال من مره في السوشيال ميديا شنو العائله ديالك؟ الكلب ديالي؟ الكلب ديالك والبنيه ديالك واخا هاد الجوج هادو ما كنبارطاجيش معلومات كثيره عليهم وي عمري ما بارطاجيت معلومات على بنتي شخصية زعما اللي كنبارطاجي على بنتي وعلى الكلب كنبارطاجي معلومات بلا ديريكت باش الناس يستافدوا مثال تتعلم مع الفلوس وداك الشيء آه. كنقول مثلا انت تمشي تعلم هذه وتوري هذه وتدير هذه كنوريهم الطريقه كيفاش غتتعامل هي مع الفلوس والخدمه اللي ديالها راه عندها واحد البيزنس ديالها كتبيع هي كدير كد 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 ريسيل كتبيع في إيبي باي عندها سبع سنين كتبيع و... المهم هذا هو الهدف انت كتبين بان بنيه صغيره شوف شنو كدير العساك آه. واحد اللي كبير الا كان الاب كي, آه. كي اوريونتي طيب بعدا ماشي مم. وحتى كتوري هاد البلاي هاد اللعيبات هادو mm -hmm. بان راه تقدر تورينتي بناتك ولا ولادك باش دير لهم هادي وهادي وهادي mm -hmm. صافي mm -hmm. هذا هو هذا هو الميساج اللي كيوصل ولكن ما عمري ما مع بارطاجيت معلومات بزاف ديال المعلومات ما كيعرفوش عليها واه بزاف mm -hmm. عرفتي كاين شي معلومات الا عرفوا عليها راه يتصدموا والله تيتصدموا mm -hmm. كيما كيعرفوا والو <تتصفيق> بحال <تتحدز مالي> زعما هاد المعلومات <زرق تصفيق> كاين شي معلومات اللي اللي يتصدموا علاش قلت غادي يتصدموا باغيين <applause> <تحرق> <applause> ما, ما يكونوش منتظرينها يكونوش كينتظروا علاش لانها اولا ما عندها علاقه بالفلوس حتى انا غير على الفلوس ومجال الفلوس عندها علاقه بالحياه الشخصيه ديالي يقدروا يكونوا هما ضدها يقدروا يكونوا معاها وهنا فين نرجعوا الفكره ديال هما كيرسموا يبغوك يقدر يسمع لك شي حاجه في شكل غيتصدم وما يبقاش يحملك واخا داكشي راه حياتك الشخصيه فهمتي امثال ماشي بصح باش ما بنادم تخيل دابا انت امير مجوز ثلاثه احنا ما عارفيناش عليك وبارطاجيتي هذه المعلومه واش بحال ما, ما ما عندها ما 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 لواحد اه ما عندها حتى علاقه بالتداول آه. ولا بشي موضوع آه. ولكن كاين شي واحدين اللي غيتبرسطوا اللي هما متبعين كاع غيتبرسطوا على ود هذيك المعلومه سو واتس ذا بوينت انا مبارطاجيش انا مزوج ثلاثه عطيت مثال باش ما تمشيش بعيد انت مزوج وحده دابا خلينا من الاسئله الشخصيه عاوتاني هاك شفتو فيك سي زوير الله يحفظك فهمنا لو كوتي هذا مي كنتي واحد الايام جبتي دابا ذكرنا الزواج ومزوج وكذا وهذا سير على الله كنتي جبتي هذا الموضوع كنت باغي نناقشك فيه وكانوا يهاجموك بزاف عليه بناتو ودراري. على الزواج مع واحدة موظفه ولا ماشي موظفه انت ما عندكش ما باغيش الواحد يتزوج مع وحدة موظفه لا انا نقول لك انا انا ضد الفكره ديال زوج بموظفه باش تكونوا واقعيين في واحد الاطار فهمتي في واحد شنو هذا الاطار هذا الا كانت هي غادي تخدم وغتبدا تخبي فلوس راسها ما يمكنش وما غاديش ما غاديش تعاونك دابا الفكره الخطا اللي وقع انا واحد الريل درته هو يجبد لي المشاكل وبداو كيهجموا عليا البنات وهجموا عليا واحد الدراري اللي بنات شي كنعتبر كنعتبرهم لانه هما الطريقه باش قالوها باغي شي باغي كونتاكت مع شي كي دير بلاني انا ماشي مشكل كنت فهم انا كنت فهمهم أه قلت الفكره اللي بارطاجيت قلت بان الاسره هادشي في امريكا وفي جميع الدول ماشي غير في الاسره فاش كتزوج كتولي واحد إحنا في المغرب علاش هاد القضيه يعني. لا ما كاينش كاينش هاد القضيه انا اول مره كنعرفها والله حتى اول مره كنعرفها ماشي كاينه وين بحال اللي غتقولي في العهد ديال لي بارون ديالنا آه هذا الجيل أت... هذا ما بقاتش فيه آه ما عرفتش انا نعطيك مثال دابا الفكره هو دابا نورمال فاش كتجوز كتولي شخص واحد مم. كتولي الفلوس كتسمى بالهاوس هولد انكم الفلوس ديال الدار مم. من تنظر من الناحيه الماليه انا ماشي اجتماعيه دينيه داكشي ما كنهضرش فيه اوكي الناحيه الماليه كتمشي عند يعني شي مختص في المجال المالي كيقول كي لك شحال الدار كتدخل الفلوس شحال هاد الدار كتدخل ما كيقولش لك شحال انت كتدخل الفلوس وكتقول ليه المدام كتدخل معاك كيقول كي لك لا حنا بغينا نقول لي انت ما كاينش هاد الهضره هادي كنتي شحال الدار كتدخل الفلوس كتقول ليه انا كندخل مليون هي مليون جوج المليون حنا كندخلوا جوج المليون في الشهر ها وهنا كيقول لك دابا نتوما كتدخلوا جوج المليون دابا اجي ونقسموا هنا وكتبداو وكت تهضروا كشخص واحد كتبدا تخلي شي شويه الفلوس الحوايج ديالها هي مكياج واللعيبات ولا كل واحد وشغله وانت كتخلي واحد شويه الفلوس باش تمشي القهوه ولا شي لعيبات عاوتاني انت ديالك ولكن كيبقى واحد المال ديال العائله وكتصاوب اهداف عائليه ملينا خمس سنين غنشريو دار غنشريو ملينا 10 سنين نقدر نخرج انا من الخدمه وندير بروجي واش توقفي معايا ولا انا غنبقى في الخدمه وانت خرجي دير ديال بروجي ديالك ومن بعد الى صدق كيكون كيكون ها واحد تكون مساعده بها آه انا, أنا كشتها <applause> أه. وبارطاجيتها كوم هي عليا لا لان دابا رجعنا للمشكل ديال الثقافه اه ولكن شنو شنو اللي اللي كاين دابا اللي أه. كاين دابا هو الفلوس ولات كتعلق بالرجوله دابا المراه كتضرب الراجل بالفلوس بالفلوس اه تارجل خلص علي. ما الرجل كيسوي الفلوس. فلوس راجل خلص تخلص عليا فين كيفاش مع وقتاش خرجت هاد الديسيزيون ديال الراجل كيساوي الفلوس حيت فلوس ما راجل عرفتي انا وقتاش خرجت هاد اللعبه هذه انا عارف الرجوله ولا شي يقول لك حقا انا انا مني منين حليت عيني بابا هو اللي كان كيصرف علينا في الدار ماما راه كانت خدامه ما كانتش كتصرف علينا راه حتى قضيه ديال الوالدين الا كبروا بهذا السيستيم راه صعيب تحيدوا لها بينو بين شوف انا كان انا كنظن آه. انا كنظن انا كيبان لي ما بغيت نقولها بشي طريقه زوينه باش ما يتقلقوش عليا ولكن آه. كيبان لي كاينين شي بنات اللي ب... اللي باغيين يعيشوا على ظهر الراجل فابور فابور ما يديروا ما يديروا والو فهمت انا 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 ماشي ما يديروا والو انا كنهضر على هي تخدم تخلي السالير ديالها وانت تخلص الدار والماكله وكلشي وانا فلوس ديالي نبدا نجمعهم ولا طلعتي لي في راسي نطلقوا وناخذ لك 50% ديالك وندي لك وفلوسي هذوك لا وندي لك الدار فهمتي كتحس ما كتحس انت فينا هذا البلان ولا ملي كتقول لها واخا نديرو بحال هكا بغيتي تتمي فلوسك انا غنمشي نشري مثلا ضريبه وحدي وأنت من الدين الدين شنو كيقولوا؟ اه نقول اه لك الفكره اه ديال الدين كيقول كي لك اسيدي الرجال قومون على النساء, النساء. ياك ولكن راه الطاعه اه خاص تخدموا وتقاد لو بيت وتصايبوا هذا واه لا ما تخدميش ما تخدمش اه وي ولكن هي ما تقدرش دير هذا الشيء هي كتعزل غير اللي بغات هي كتعزل غير اللي بغات من الدين ومن آه انا ما كنهضرش على كل شيء باش ما يهجموش شي انا كنهضروا على انا كنهضر على لي زكسيسيون اللي كنلقاهم دابا حاليا في هاد لا مود اللي ولات دابا حاليا في السوشيال ميديا ديال انا انديبندنت ومان وكذا وندير اللي بيناتكم انتم انا ما جبتش انا ديجا عندي بزاف كيهجموا عليا ما باغي يزيدوا يهجموا علي لا انا اللي بغيت نقول لك تجبد. لا شوف انا قلت لك آه الفكره اللي بغيت نقول آه هذا رايي كنتمنى انهم يعطوني راي مخالف طريقة نقيه ولكن أكثري ما غايديرش هادشي الشيء كيسب يا اما آه انت معايا ولا ضدي ما كاينش ديك اللعبه ديال آه انا كنتمنى الدراري في المستقبل رجال يفيقوا فهمتي يعيقوا شي شويه لان هذه الفكره هذه دي ديال الراجل حيت حيت دابا الراجل راه غير غيتقول لعب لها على الرجوله ديالو صافي العاطفه لا لا ماشي لا كيخدم اللوجيك مم. ولكن عنده واحد الايغو ضربوا ضربوا فيه مشى صافي انا نجي نقول لك انت واحد ما خلصتيش آه ماشي راجل خلص وانت كتحس بديك الرجوله ديالك فاش كتخلص وديك الفلوس راه ما عندهم حتى علاقه بالرجوله الرجوله راه مواقف فهمتي حصلتي في شي ازمه يوقف معاك ما يخليكش ما يخويش بك هذه هذه هي الرجوله اللي كنعرف انايا ما عرفتش انايا وقتاش حيت كون كانت الرجوله فلوس كون تلقى كاع هاد البنات هادو اللي دايرين لاباس وعندهم مشاريع رجال غتبقى تلقى شي وحده آه لاباس هذيك لاباس آه راجل هذيك فهمتي ما المهم هذا التفسير ديالي ونتمنى يتقبلوه الا ما كان الا كانوا غير ما كيتفقوش معاهم درناهم درناهم مثلا كان الراجل ايكال مع المر... مع المراه نفس نفس شنو خص في التعامل المالي شنو خصو يكون مثلا بغاو يشريو دار راه قلت لك راه خص خص الفلوس تجمع اوكي دونك كلشي غادي يكون بسميتهم بجوجهم اه خص يكون كونت بعدا هادي راه خص يكون كونت تيقولوا له كونت جوين جوين اكونت كي تسمى بلونكلي يكون كونت واحد اوكي فهمتي هذاك الكونت اللي كيدخلوا فيه الفلوس ديال العائله فهمتي ومنو كتبدا تاخذ هكا وتاخذ هكا وكتعيش بخير فراسك راه كاين واحد البورسونتاج كبير ديال الطلاق راه مشاكل ديال الفلوس ديال الفلوس اه فلوس اه بنادم شنو كتنصح لواحد اللي عاد مثلا باغي يتزوج ومازال ما لا مازال ما دواش مع مثلا ولا وحده بغات تزوج مازال ما دواش مع داك شريك حياتها ولا شريك حياته على الفلوس آه. واش خاصهم ضروري يدوا الفلوس في الاول او لا شنو كيفاش انا نعم انا كيجيو عندي شي وحدين كياخذوا استشارات في هذا الموضوع هذا كيقول كي لك انا غادي نتزوج انا ما بغيتش استشاره ديال الاجتماعيه الدينيه ما بغيتش تقول لي انايا يعني غادي نتزوج بها ولا ما نتزوجش بها لا صالحه ولا ما صالحه انا قول لي الفلوس وقتاش نتزوج وقتاش انا نقدر نتزوج وقتاش انا نقدر نولد حتى الولد راه خصك تاخذ ديسيزيون ديال ديال الفلوس كاين كيقول لك تزادوا ولكن انا ما متفقش مع الهضره هذه رزقهم وقال عندها شي معنى اخر ما, ما عمرش انا شي واحد تزادوا وعطاو خنشات الفلوس قال هاك راه درا رزق هذا الدري هذا هاك عطيه ليه ما كاينش هذا كاين منظور واحد اخر واقيلا زعما كيتزاد كيبدا يبانوا فلوس في جهه اخرى القضيه هذه غندوي معها مع السي عبدو كنا دوينا على قضيه الرزق وهو كان كونفيرمي لي هذه القضيه هذه قال لك بينك يتزاد برزقو يتزاد برزقو ربي تيسهل لك يعني آه. آه. كيجيب لك دابوجي كيما زوينين هذا صح هذيك هنا انا, أنا فين بغيت نقول آه. كيتزاد برزقو يعني ماشي ماشي فلوس شو نقول لك واحد الحاجه كتضرب آه. انت كتولي انت كتضرب آه. لينيرجي ديالك كتكثر كتولي عندك عائله عندك دري كتولي تقلب وكيبداو يجيوك البروجيات هذا رزقو ولكن ماشي د... ماشي انت تولد 17 لواحد بيان سور ياك ياك عندهم رزقهم علاش من 17 لواحد حتى هو يخرج برزقه بصح دابا دي بل... هذيك الطبقه الفقيره كتاخذ هذيك راه كيجيو برزقهم آه. كتاخذها ب يعني ب كتيق الجمله كيف ما هي بصح انا غايجي برزقو راه كيبغي يطبقها المهم انا هذا تيبقى عاوتاني راي ديالي كيفاش كت كت كترجم كت... كت... هذا كيجي برزقه كل واحد كيفاش غادي يشوفها م. انا كنشوفها بان بصح كتولي عندك انت الانرجي كتضرب تماره اكثر كيجيوك بروجيات كيسهلوا منك الله كيجيو هكاك ما كتعرفش انت تتوقعهمش كيوقعوا كيجيو ولكن هذا ما كيعنيش بان نولدوا 20 واحد دابا دابا زهير دابا بحال اللي غندير معك استشاره انا آه. غنهضر ببلاصه بلاصه الناس اللي كيتبعوا آه. دابا الدري باغي يتزوج اها ولا تزوجوا ومرته ما خداماش ايوا تزوجوا بالصحه والراحه ما نقول ليه طلق ياك لا ما قلناكش سير على الله دابا بغى يشري دار آه. مرته ما خداماش آه. شنو خصو يدير؟ مرتو ما خدامات بغا يشري دار اه مرتو مثلا اتفقوا وقال ده لك هذا باغي يتزوج ولا تزوج لا تزوج هو تزوج راه مثال الحال دابا خصو داكشي اللي عنده قدامه ولا غيخدم عليه من ناحيه إيه. ديال واش يكري ولا ونورمال لا غادي ياخد كريدي غادي يشري الدار ومرتو قالت له انا نجلس نقابل الدار نقابل الدراري ودكشي كامل داكشي اللي باغي الدراري كامل دونك شنو خصو يدير دابا نورمالمون خصو الدار غادي يشريها يكتبها غير في سميتو ولا خصو يتقاسم معها يدير لها النص ولا بطبيعه الحال غيتقاسم عليها لان هي مضحيه بالخدمه ديالها اه حيت كاين دابا شي واحد تيقول لك لا انا الدار ديالي غنديرها في سميتي لا كيخاف انا غتكتب له النص وتطلق ولا تربي ولا شي حاجه لا 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 الا ضحى الا عطات وقتها خرجات هي ما خدماتش فوالا باش هي تجلس معاك انت باش انت دير البروجي ديالك هنا راه اي حاجه كديرها انت راه ديالكم 50 50 م. وتقدر في بعض الاحيان تاخذ اكثر منك وخاصها تاخذ اكثر منك علاش لان هي ضاع لها الوقت وحتى لو بغات تريكيبيري راه مشى صعيب صعيب تخيل معي دابا انت عندك اسيدي قريتي واحد المجال ما هي قرات واحد المجال ما هذاك المجال حبسات ما خدماتش هي واحد المده ديال 12 عام وهي متبعاك انت المجال تبدل وقعوا فيه بزاف ديال التغيرات ما ترجع تخدم ما تلقاش خدمه م. وصعيب باش تلقى خدمه وتبقى راسها هي فهمتيني اوت ديت بزايد زعما ديك العجل ما هذوك المعلومات ديالها ما بقاوش خدامين في الارض الواقع سو هنايا تيلا الا تلقات وخذات النص ديالك غتبقى ضايعه في الحياه وغتصبر معاك وتبقى واخا دير لها بزاف هادشي اللي كيوقع في بزاف ديال العائلات غتصبر لجميع انواع الضغط اللي كدير لها لان ما عندها فين تمشي م. هذا هذا انا ما كنتفقش مع الفكرة انا انا ضد الفكره ديال تكون هي محافظه على الخدمه وكتاخذ صالير ومن بعد انت دير كلشي ودابا دي دي من ديبار فهمتي كيقول كي لك خرج من الخيمه عوج واقيله كيقولوها ولا ما دابا بعدا بدات غير قلت لا قلت هضره لوجيك لا ما, ما فهموني لا ما فهموكش ما ما من الموضوع بهذا المنطلق هذا اما فهموني انا 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 جاتني شويه انا كنشوف المساواه هذيك القضيه تقول ديال 50 50 خاص ندير النص بالنص يعني مثلا مشينا غيسطو مش خلص انا نخلص ميشين درهم يخص تخلص 100 وانا 100 هكذا عايز عايز ما ماشي ما قبل من الزواج هاد الفكره انايا تنتفق مع 100% الا انت قبل يلا غادي تخطبوا هي خدامه انت خدام ما تخلصش عليها يعني سوا انت تخلص مره وهي تخلص مره او لا دير النص بالنص واحد في الميريكان صيفط آه آه واحد وحده خرجوا وياها خلص عليها مم. وما اتفقوش صافي مشات فحالها وصيفط لها انفويس اه انفويس قال لها خصك تخلصيني على على سميتو انا كنت ناوي جو وهادي جو ويلي ودرت بوم في, في يوتيوب وفيسبوك فيسبوك وانتشرات دابا كتلاحظ ولاو كيديروها بزاف في امريكا هاد الفكره في امريكا وفرنسا كتلاحظ عندهم واحد القضيه ديال الانسان يبارطاجي دي آه لا مع صاحبتو آه, اه اه حتى ما كتحسش بال انا ما سخ... عمرها م... ما دخلت لي الراس هادي نخلص على بنت نقدر بيه. نخلص عليها الا ما خداماش أوه. ما خداماش نخلص عليها خدامه سالير مزيان علاش غادي نخلص بغيتي نفهم علاش فراس هذاك اللي كيخلص على البنت راه كيتسنى شي حاجه وراه مخلص على شي حاجه راه ما مخلصش دابا انت ماشي انت انت دابا شي واحد مشى اسمها بنت خلص على قهوه بالله سبيل الله بيلا. مم. يعني باغي شي حاجه ديالها شي حاجه كينتظرها اه هي كتولي اوبليجي عليها كتولي اوبليجي عليها خاصها دير شي حاجه اون كونتخ بارتي فهمتي حيت شنو نخلص عليها وما دارت شي حاجه كاين شي حاجه ما دارت شي حاجه اون كونتخ بارتي ما غاديش يعاود يعيط لها باش يخلص عليها هو راه مخلص على ودشي راه ما كاين لا رجوله لا والو في هذه اللعبه هو مخلص على شي حاجه هادشي راه هادشي راه بغيتي نديرو النفاق الاجتماعي نديروه ما نهضروش على هادشي انا ما عنديش مشكل يعني كيهضر هو الواقع مخلص على شي حاجه ما كيمعنيش طريقة مباشره أه. تقدر تكون طريقة غير مباشره كيخلص عليها لانه مثلا في المستقبل غادي يخطبها ويتزوج بها ولا كيخلص عليها مثلا المتعه آه قصيره المدى المهم كاينه و... شي حاجه ما كاينش ما كاينش هكا يعني بحال البنت كتقراها يعني ما ما مت تسالش الا انا نقول لك أه. الا البنت خلصت على راسها آه. وهو خلص على راسه ما كاينش تيقولوا لها لا توقعات توقعات ما طرا والو حنا ما اتفقناش فهمتي ما كنا ناويين تزوجوا ما اتفقناش هانيه ولكن فاش كت دابا بيني وبينك انت دابا انت باغي تزوج بواحد البنت كتخرج انت وياها لمده ديال اربع شهور وكتخلص عليها يوميا ما اتفقتش مشيتي غير فيك الحال عرفت كيف هذا الشيء اللي خلصتي وخلصتي ماشي غير هذاك راه انفيستيسمون اه شو مازم هو انت كتجيب الطونوبيل وديها هو اللي فلان فلانيه وكتمشي لهذه وكتخسر هنايا و... 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 بغيت هذه بغيت هذه أعطيه اعطيها أعطي لله في سبيل الله آه، واخا انت قلت يا سيدي ما تخلصش على المراه الا كانت خدامه باش ما يكونوش توقعات ودي لما كانت خدامه ضروري ما تخلص لا غتخلص غتخرجها شويه يعني. لا 100% حتى تقول لك حتى هي راه كت... كتماكيه كتلبس آه. مزيان يعني إحنا آه. حنا ماشي بحال لا انا ماشي آه. ضد انا شوف المراه اللي ما كتخلص اللي ما مخل... اللي ما عندها الصالير اللي ما اللي عن... ما خداماش آه. واللي عندها صالير ضعيف هاد الجوج هادو مقارنه معك انت آه. آه. مثلا انت كت... مثال كتشد انت مليون وهي كتشد 2000 درهم وما تعولش على تخلص عاوتاني بيان سور فهمتي حيت انت غدير واحد البلاصه غاليه اللي هي ما تقدرش عليها ماليا بيان سور فهمتي اه. ما تقدرش على ذاك الجد انت اللي خاصك تخلص حيت انت اللي ديتي لذاك القند بالنسبه حدا زوج البنت كتقول لك كتقول لك ما خلصتش عليا في ذاك البدو غادي كنحس لا ما بديك بان غيعيشني اون سيكوريتي ملي غنتزوج به هكا كتقول لك شوف الا اه. كانت خدامه ومعوله عليك انت تخلص اهرب اه عاد الدقه جايك 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 يعني 100% غارونتي ما غارونتي غاتجيك التصرفيق ايوا انت وشو دابا فراسك المغرب راه مكراسي مع الدول الاولى من ناحيه الطلاق عدد الطلاق عدد ديال الطلاق مرتفع في المغرب واخا مصر شو دابا مصر شحال فيها 200 مليون تبارك أه. الله قيله المغرب واقيلا شحال فيها 34 تقول 40 مليون 40 كاع 40 والعدد ديال الطلاق في المغرب اكثر من عاد شتا مؤخرا في واحد في هذاك الشرق ولا ما سميت عاد تطلق في المغرب اكثر من مصر منين جاء الطلاق هذا اه كاين واحد فيك كيقول لك واخا انت تخلص على المراه واخا خدامه ولكن ياك الدراري كيخلصوا كي على صحابهم دابا انت مشيتي من انت وصاحبك للقهوه كتبغي تخلص عليه يوم. هنا تاع بزاف ديال العوامل كتدخل هذا موضوع اخر ما عندوش علاقه بالزوج ولكن نقدروا نحسبوا مع التعامل ديال المال اذا كان مثلا كاين شي ناس مثلا انا انت تتخلص مزيان انا كنتخلص مزيان مثلا وانا عارف ديك البلاصه اللي مشينا لها حنايا غتاثر عليك ماليا كنبغي غير هو بعض المرات كاين اللي كيستغل كيولي كيبروفيتي كي و... اه صافي آه. انت كتعيط لك عاف راسك راه غادي يخلص النهار آه. هذا آه. انا ك... لكن الا كان واحد كثر واحد القضيه آه. انا واحد القضيه انت مثلا كتخلص عليه في قهوه وكتجلس مم. المره الجايه في ريستو خلص انا نخلص عليك ديك المره القهوه ودابا هي في حق التعامل ديال المال مع آه. الاصدقاء فيه مشاكل اللي ماشي فيه مشاكل هو هو خاصك من الاول من الاول تبين انا بعض الاصدقاء احنا معروفين كل واحد كيخلص على راسه كل واحد كيشري اللي قال ليه راسه وحتى واحد ما كيخلص كتمشي كتخلص وكتزيد ما مع عمر درنا ديك اللعبه ديال مره ولا جوج الى شي واحد مثلا دار شي بروجي ربح فيه فلوس بزايد وفرحان بغى يفرح بصحابو بغى يفرح بصحابو وهادي كيجي كيقول لكم شوفوا هذا النهار على حسابي وهذا ليكسيبسيون كيجي لكم ولكن من غير هادي من غير من غير ليكسيبسيون يجي شي واحد يبغي يخلص خاص كل باش كترتاح اه ضغط نفسي انا تخلص عليا انت لا هذه المره على حسابي انت ما تنخلصش انا مره وانا كنت نفكر ديك المره كنقول ناري غتقام عليه ب 100 درهم ولا 50 درهم ما تكونش عندك اه وانا ما بقى غادي وانا ما عرفتش شنو غيا كنبقى مبرصط كتحط الاصدقاء في مواقف في شكل فهمتك يعني الأفضل اللعبة من الافضل بانمي ايفيتي هذه اللعيبه من الاول كت عادي هي في الفلوس كلما شي الاصدقاء كلما كتهضر انت ويهم على الفلوس هكا ديرك كلما ما كيبقاوش عندك الاصدقاء انا انا الوضع ديالي كيختلف كلما كنهضروا هكا كلما كتولي العلاقه واضحه فهمتي الا ما عندوش هو ولا شي حاجه كيقول كي لي من الديبار ما من كيقول لي انا ما غاديش نجي ولا هادي ولا كنت هو نقدر نقول له راجع على حسابي ما شي حاجه بحالك اما تتبقى هكا مبهمه كت كتبرزط انت دابا كتخلص مره الاولى الثانيه انا نقدر نولف انا خلص مره الاولى الثانيه ونعول عليك انت جي ما جيبش فلوس أنا كتبقى مبهمه كاينه واحد القضيه زوينه في هاد القضيه ديال الصحاب هي ديال التسلف انا انا كنسلف بلي زانتيري انا اه يهود يا خويا زيد ويلي كثر كاع من هادشي كاع فين <applause> كدير لي زانتيري لي <applause> زانتيري كنجي كيقول لي هادي كنقول ليه شوف بغيتي تا... اكس مرحبا يعني دابا انا بغيت منك مثلا شي مره شي مره 10 مليون غتقول لي خاص ترجع لي مثلا شي حاجه مليون زيد واحد 1000 درهم اتعاب ديالي يا كسيدي اه هاكا باش اصدقاء زوينين انا كتقول لك ما الطريقه ديالك لا لا بصح القضيه ديال مشاكل مع الصحاب اللي ما كيبغيش يرجع انا الوحيد اللي واللي ما عندي حيت ما غاديش ما يرجع كتسلفو المره الاولى كيرد لك المره الثانيه كيرد لك المره الثالثه كيرد لك اصلا هذاك ما خصوش يكون عندك صديق بين قوسين <ممم> واحد ما عرفش يزير الفلوس ديالو راه راه بيغ ريد فلاغ راه يخرج عليك هذاك فهمتي <مم> آه من الاحسن ما تدخلوش ديك تبقاو تهضروا على عرفت دلحت فرنسا <تسفة> ولا شي حاجه لج ولا علاش غتصلح كصديق لما نهار وقفت عليك ما تعاونيش لا شوفي الا حصل آه. سيد في ازمه مرحبا كاين واحد ديما تيحصل هو هذاك راه ماشي انا تنقول لك ليكسبسيون انت سيدي خدام بخير فقدتي الخدمه ديالك خصك فلوس مرحبا ما كاين لا انتري لا تلعبها وكاع ماشي كاع نسلفك انا ليك حتى صاحبي انا قف معاك هنا فين كتكون الرجوله فهمتي مش غنشري لك عصير هذه الرجوله الفكره اللي بغيت نقول هو إذا كان الشخص محتاج وظرف خاص راه ما خصكش تسلف خصك تعطيه صاحبك هذاك ولكن الا كان هو فيه ديفو وهو ما كيقدرش يكمل الشهر ديما واحد 1000 درهم واحد 500 درهم يتراش واحد هذا راه ريد فلاغ هذا تيقول لك انا راه ما من هذه الاجوبه اللي هضرنا خويا سهير ما كتبان فريمون سخي وكتوقف مع اصحابك في انستغرام <applause> ديما تيقولوا لك علاش انت زقران زقران علاش لقيت في السميديا زقران ما فهمتش دابا شوف دابا انا ال... ال... غنديرو الدي الديفينيسيون ديال الزقران شنو هو زقران بالنسبة, بالنسبة لك بالنسبة لي ما شوف أنا أنا عرفتني كنوافقك في بزاف د الحوايج لا أنت بالنسبة بالنسبة في المجتمع المغربي ما تيخسرش على راسو ما تيخسرش فلوسه على راسو تيخبي ما كيتهلاش في رأسه هذا هو زقرام اوكي okay. سو so زقرام بالنسبة لي أنا هذا رأيي بالنسبة لي زقرام هو الشخص اللي كان تزاد آه في واحد المحيط فقير وكبر وبقى فيه الخوف دابا هو كبر وخدم وكيدخل فلوس ولكن باقي فيه داك الخوف ديال هذيك الخدمه ما غتبقاش ودوك الفلوس ما غاديش يبقاو الى اخره باقي فيه داك الخلعه وكيبدا يخبي الفلوس مم. وما كيقدرش يخبيهم حتى في البنكه بقوه الخلعه وما كيخسرش على راسو وما كيخسرش حتى على الماكله الصحيه على راسو وكيبدا يخبي في الفلوس الهدف ديالو هو دوك الفلوس يبداو يتراكموا ويبداو يشوفهم كيكبروا هذا هو الزقرام بالنسبه لك في المجتمع المغربي ماشي آه. آه. هذا هو هذا زقران هذا مرض نفسي آه. عنده عقده ديال الصغر ما باغيش يرجع لذاك ال... وبقوه ما باغيش يرجع لذاك سميتو كيبقى يجمع, يجمع 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 حتى لدرجه ان ان, كيولي هوس مم. انه يشوف الوراق وحده مورا وحده كتجمع كيبقى يشوف فيهم بدا يشمهم وما عباره على اوراق وما عباره على وسيله نقل القيم ما عندهم حتى شي دور ك فهمتك كسميتو هذا المرض المرض هذا هو الزقرام ديال بصح وكاين شي وحدين نقدروا نسميوها بحال هكا ترشيد النفقات الى بغيتي تسميها yeah. ومن الناس اللي اللي كيديروا واحد الحاجه كتسمى بالابورتونيتي كوست اي أنك يشوف فلوسه فين كاين احسن دابا انا علاش غادي نشري تي غاليه الناس اللي كتشوفهم لابسين حوايج غاليين علاش كاين جوج ديال الانواع كاين واحد غادي يبيع شي حاجه يبيع الشكل ديالو يبيعو يما ماركتينغ انه غيمشي كيبيع عنده بزنس ديالو خاصو يلبس مزيان باش الاخر يحترمو عنده يحترمو اه وكاين شي ناس اللي خاصهم يلبسو مزيان باش اللي غيامه باش يتلاقى مع واحد البنت باش تقول هذا لا لاباس عليه باش يوصل لواحد الغيامه هو الهدف ديالو هو يبان فواحد الطبقه ما بدوك الحوايج اذا راه كاين واحد الحاجه مورا دوك الحوايج الغالي اما الى ما كانش هدف ما كتبدا <تبه> تقلب على الحوايج اللي كترتاح فيهم ما كتقلبش على الحوايج اللي غاليين ولا رخاص كتقلب على الراحه بحال يعني مثلا كتلقى مشاهير كبار ايلون ماسك تلقى تي شورتا مكشتره اللي, اللي حضر بها في كاس العالم تي شورتا ما تشوفها ما تقدر ما شنو هي هادي أه كاينين بزاف ديال الممثلين فاش كيكونوا خارجين دابا انت كتشوف الممثل لابس وكذا فاش كيجي لذاك الريد كاربت ذاك فاش كيجي لذاك سميتو <applause> شي حفل ولا هذه لابس واحد لبسه ومصاوب مع عرف شكون شي شي ولكن في الواقع في الحياه الشخصيه ديالو فاش كيمشي للسوبر مارشي كيبان كيمش مكستر كيمشي لابس وشي حاجه فهمتي وهذوك الحوايج كاملين غير اشهار هو ما دابا المشكل دابا انت اللي عندك مع اللي الناس اللي كيتبعوك تيقول لك دابا انت كدوي على التعامل مع المال وكتقول أه. لهم انفيستي في البورصه وندير ندير وما كتبانش عليك كرهتهم كاع ينقصوا انا عندي انا ماشي يعني بالنسبه لي بحال شي موفمون كبير ديال ديال الناس اللي عندهم ديال ديال الصخرين الاقتصاد المغربي غيطيح لا انا معاك في الصحه سي فري كو شي مرات الانسان ديما باش يبقى لابس الحوايج دو مارك ولا سايك طوموبيل مزيانه باش بحال اللي كيفاش كيتافيغما في وسط واحد الكاتيغوري <سوصًا> ديال واحد المجتمع شوف فاش كتجيب معلومه جديده كيتصدم الناس كيهجموا عليك دابا انا من تنجي كنقول لهم كيفاش تعاملوا مع الفلوس دابا واحد شاري طوموبيل غاليه ضارب كريدي غالي حوايج غاليه ما عنده تا ريال واخا يكون السالير ديالو كيما كان الا ما عندكش فلوس كتعتبر فقير شي تشد 3 المليون الا ما كيشات لك والو راك فقير تشد 10 المليون ما كيشات لك والو راك فقير الفقر كي كيجيب كي الفقر شنو هو عباره على انت الا وقعت لك شي حاجه وما قدرتيش تخدم ما عندكش باش باش تعيش غتبات في الزنقه ما عندكش باش تاكل غتطلب هذا هو الفقر المعاصر كيتسمى الفقر المعاصر اذا خصنا نفرقوا نفرقوا ما بين الفقر ديال بصح الناس كي فيما كيسمع شي فقير كيتحب له راه ألف كيشد 1000 درهم 1500 ألف درهم في الشهر مم. هذا هو الفقير لا الفقير هو اللي ما كيبقى ليه والو دابا هنا فاش كتجيب شي كونسيبت جديد بنادم كي الرياكسيون ديالو كتكون خايبه كيبغي يهجم عليك انت تهلا في راسك كذا كيبقى يهجم عليك انت من بعد كيبدا يخدم اللوجيك كيقول وفي الحقيقة شحال من واحد قالها لي شحال من واحد كيقول كي لي آه سي في الاول ما كانش عندي معاك ما كنحملش كاع داكشي اللي كانت واه دخلتي لي ما درتي لي الوسواس وحتى انتشرتي لي في الدماغ ديالي مع مع دقه دقه كيبدا يخدم اللوجي كي يقول حقها دي 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 اللوجيك كيقولوا في الحقيقة هذه راه كاينه وهذه ما خصناش نديرو لها حلا وهذه كيبدا يدخل ليه اللوجيك من بعد كيدخل ليه اللوجيك كيتبلى شنو الحوايج اللي كيبانوا لك ساهلين باش الانسان يبدا بهم وبدا يدخل شويه الفلوس من المغرب من المغرب بيان سور حنا كنهضروا على المغرب 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 هذا راي ديالي حسب نفرقوا ما بين النصيحه والراي ديما انا كنقول غير راي نقدر نكون غلط كيفاش كنشوف هنا العالم انا العالم وصافي انا كنظن بان الفلوس دابا كدير في الاونلاين اونلاين اه اه اونلاين عطى الله المجالات اونلاين اللي كاينين في الاي تي السوشيال ميديا وزيد 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 كاينين بزاف ديجيتال ماركتينغ حتى هو راه هضرنا عليه آه, شكون اخر آه, من غير داكشي كاين التداول كاين الايكوم كاين كاين اليو اي اليو اكس ديزاين ديزاين تو براسو انواع ديال الديزاين الى اخره ثلاثه النقاط الاونلاين كيسهل فيه الفلوس بزيد اولا لانه باقي جديد <applause> على المغاربه وكيخليك توصل للعالم بينما اي مشروع في المغرب كما كان نوعه تخسر فيه بزاف ديال الفلوس اولا ثانيا لا ماس انت الكلاينتس اللي, اللي انت معول عليهم كاينين في واحد الموقع ما بحال دابا انت مثلا ان درتي مشروع جاد ديالك هذوك اللي كيدوروا في هذه المنطقه هذه ولا كاع الرباط كاع كامل ولكن اذا كان عندك مشروع اونلاين راه كتولي كضرب المغرب وضرب العالم كامل براسو سو so انا كنظن بان الاونلاين غير هو الطريقه باش الانسان يتعلم اونلاين مي حيت دابا شنو واقع هو الانسان ولا في 15 ثانيه باغي توصلوا المعلومه في 15 ساعه مت... وباغي يدير 100 دولار في النهار في مده قصيره كيقلب على ز... على على السهل. ما بغيش يضرب تماره وما كنظنش بان شي واحد يقدر يمشي بعيد بلا ما يضرب تماره فهمت كاع عبد... آه آه زهير مي انا بغيت تعطيني شي حاجه كونكريت وسهلة اسهل ما يكون ناخذ بحال داك دك الشيء بحال ك... داك اللي كت... كت... كتعلمنا في انستغرام ديال مثلا كتقول غير غير مثلا بس بحال شي كدير مثلا كتشري شي حاجه من كتاخذ شي حاجه وكتعود البيعي في البيعي لا حاج شي جارك وكتعاود فيها البيع في وهذا لا هذيك اه لا هذيك هذيك ما تقدرش تكون كاين اللي يدير خدمه في ميريكان أه. كاين اللي يدير خدمه و... وكتجينيري فلوس بزيد راه فريمون كتجينيري فلوس بزيد غير هي ما تقدرش تخدم لك هنا في المغرب ما تصدقش ما, ما كيلوحش ما ما يلوحش والو ما يلوحش لك حتى شي حاجه انا هذيك كنت نوري هذيك الفكره لان واحد النهار كان آه، غاري في معروف كيدوز في دوك كيتسموا غاراج كي كيديرها كيلقى شي حاجه كيعاود فيها هوايه وحي... فهمتي كت... ما... ما قدرش نعتمدوا عليها ك... كمدخول اساسي الفكره اللي نقول هو بالنسبه لشي حاجه كونكريت بالنسبه للمغاربه راه راه بزاف كيخدموا في المجال آه، نقولوا مثلا بحال هكا ديال الديزاين كي كي كيخدم في الفريلانس مع شركه اجنبيه دونك خاص يكون عنده شي سكيل خاصو يتعلمها آه، خاصو خاص واحد سكيل كتسمى ترانسفيربل سكيل اي واحد واحد المهاره سميها منتقله مهاره منتقله هي واحد الحاجه انت تقدر ديرها في المغرب تقدر ديرها في ميريكان تقدر ديرها في اوروبا في كنتي ديرها ايديتين تقدر ديرو في كنتي ومع اي واحد ومع اي جنسيه ومع اي بلاد كاين شي حوايج اللي ما تقدرش ديرهم مع كلشي هذا هو خاصك غير تعيق بالمجالات اللي انا جاتني جاتني فكره مثلا بحال هادشي اللي كدير انت في ميريكان كاين كاين هنايا في المغرب البال وكنعرف دراري اللي كيمشيو كياخذوا بياس زوينه في البال حوايج وتيقادو آه. وتيعاود فيها البيع مثلا اونلاين ولا مزيان آه. هذه فكره هادي حتى انا مؤخرا دار لهم دي باج انستغرام آه. وتيدير لهم ماركتين كاين اللي كيبيع الثنيات القدام ودابا حنا غنحكرو دابا غنديرو لهم آه المنافسه دابا من نبارطاجي هذا المعلومه وي معلومة المعلومات الانسان كان كنعرف واحد خدام مزيان تيدير الطريقه هذي وكيعرف يقاد الباك ديال التصويره ديالو هذي كيطلع داك الشيء واعر فكره هذا بدع فكره من الافكار هذا بدع ولكن ما تقدرش انت تبقى اي واحد بدع تركب ليه على داك الموجه ديالو وتبغي تكوبيه تبدع شي شويه انت عاوتاني شوف شنو كتعرف دير ومن داك الشيء اللي كتعرف دير خلق منه اوكي آه نقدو نقول انت ما لقيتيش الفرصه في المغرب داكشي علاش خرجتي من المغرب او لا يعني ما كتامنش بان المغرب كان ممكن زعما تجلس فيه هادشي علاش هايش مشيت زعما امريكا هادشي زعما مشيت امريكا اه هو وال... غادي غادي نهضر جينيرال عاد نهضر على علاش انا مشيت واش آه آه. دابا الهجره شحال هذه الناس كانوا كيمشيو صح حيت ما عندهمش فلوس حنا دابا اللي كنعرفوا الناس العاديين كيعرفوا بان اي واحد كيهاجر الشيء نقولوا في الثمانينات التسعينات في بداية ديال 2000 اي واحد كيهاجر كيهاجر لان ما لقاش الفلوس هنا خصو يمشي يجيب الفلوس هذه هي الفكره اللي كاينه من بعد تبدلت الهجره دخلت الهجره ديال القرايه كاين واحد كيمشي يقرا ويرجع يخدم في المغرب ولا يبقى تما كل واحد وشنو من بعد كاين واحد الهجره واحده اخرى هجره ثقافيه كاين شي ناس اللي كيهاجروا لانه ثقافيا ما, ما كيقدرش يتفاهم مع الناس ديال المغرب عاديه انا ما كنقولش ثقافه المغرب خايبه ولا زوينه ولكن هو ما يقدر ما تيجي الناس كيفاش فكروا في المغرب ما كيمشيش مع الافكار دياله كما كانت اجتماعيه دينيه اللي بغيتي تسميها سميها صافي ما لقاش راسو خاصو يمشي خاصو يخرج ماشي ضروري يكون فلوس وكاين عاوتاني اللي الهجره كتكون مبنيه على عائله مثلا غادي تجوز <applause> <applause> عندوا ولادو برا عندو الاب ديالو الام ديالو برا انا كيولي الهجره ماشي ضروري 100% راه هجره على ود الفلوس وانما هجره على ود على ود العائله انت دابا اي نوع ديال الهجره درتي ومسائل شخصيه <applause> والله ما كنبغي نسولك مسائل شخصيه واني كنرجع دائما انا كنت هجره عائليه قلت لك ماشي كان صراحه هذا هو السؤال ديالي مي كان السؤال ديالي زعما حيت دخلتي في هذا الموضوع ديال انواع الهجرات قلت لك زعما انت علاش اه زعما وي واخا كانت كانت هجره عائليه ولكن او ميم راك, راك, راك لقيتي شي حاجه ما دير بيزنس ولا شي حاجه دير بحال هكا فهمتيني يعني أه باي ذا واي قبل ما تمشي امريكا كنت مشيتي لبلدان اخرى اه بحالاش؟ أه <applause> كنت شفت انستغرام ديالك عندك تصوير البرازيل يعني هذه ماشي معلومه شخصيه دونك سي بور سولتك انت حتى اصلا مشيت لشي دول عم. اه مشيت لشي دول اخرى آه. كتهضر بالبرتغاليه آه. شويه ما ما مش حاله ديما براتيكيت اللغه ولكن شويه آه. مشيت كاين شي وحدين اللي سافرت من اجل السفر وكاين اللي سافرت على ود الخدمه داكور آه. ما كانش اول مره كنمشي فوالا زعما كنخرج من المغرب آه. من ناحيه ديال الخدمه واش تهاجر على ود الخدمه هنا نرجعوا لذاك السؤال في المغرب كنت خدام انا كنت خدام في المغرب اه وحتى لو واحد الشركه اللي اللي خدام معها حاليا كانت اوت سورس الخدمه ديالها معايا فاش كنت في المغرب انت في المغرب اه اذا انا فاش مشيت للميريكان ما خدمتش في امريكان شي الفرق آه. علاش كنقول لك الهجره راه فيها وفيها كاين اللي كيمشي للميريكان باش يخدم وكاين اللي كيمشي للميريكان على اشياء اخرى ما كيمشيش عاود للخدمه فهمت كاين انت كنت فين ما كنتي ممكن تخدم نفس الخدمه ديالك اه يعني هي كتبعك ماشي انت آه. كتبعه. اه انا هذا هو هذا هي علاش كنقول لك انا اونلاين م. اونلاين باش زوين تقدر تحط في اما فيما مشيتي لاي بلاد ما عجبكش المغرب سير بلاد اخرى عجبك المغرب رجع اللي بغيتي ديرو ديرو هذا هو لوبسيون اللي زوينه في الاونلاين ما تبقاش ديك م. الفكره ديال راه مشى غادي يمشي للميريكان يخدم وراه مشى لاوروبا باش يخدم الا خدمتي اونلاين راه العالم ديالك داكور شنو البلدان اللي تنصح فيهم زعما الناس اللي بغاو يمشيوا يخرجوا من المغرب ويخدموا فيهم اونلاين يخد... من ناحيه لو كود في الرخاء لي زوبورتونيتي لونتوراج اللي كيعاون فهمتيني هنايا على حسب على حسب البروجي على كاين شي ناس ما, ما ما الا كانت قديم منفرا ليه مزيان في المغرب يبقى في المغرب ياك الا كان الا على حسب كل واحد والوضع ديالو ما نجي نجيجي كلشي ونقول هذا يمشي هنا وهذا يمشي حيت كتبقى زعما بيرسونال ولكن اللي غادي يمشي مت... كنعرف بزاف انا كاينين في ميريكان باغيين يرجعوا ما ما قادرينش يرجعوا علاش لانه عاش بزاف تما ما بقاش كيفهم المغرب آه. كتجي كتجي شي شويه كاين الناس اللي ضاربين 20 عام 25 عام باغي يرجع ولكن ما عارفش ما مقدر... يقدرش يرجع كيشوف في الانترنيت آه كيتخلع شوف هذاك كي, كي مشات ليه لانفيستيسمون ديالو هذا دار وقعوا ليه داروا ليه وداروا ليه وكيجي هو كيلقى مجتمع كيفكر بطريقه اخرى م... بطريقه اخرى كيقعد كاين شي بزاف ديال الناس توما سلبيين هنايا كيزيد يخلع ما كيزعمش انت دابا شنو رايك في هذه القضيه هذه اللي تقريبا سنين ما ما دخلتيش للمغرب عاد جيتي انا اه ثلاث سنين لا عمونس, عمونس. عمونس. ما خليت ثلاث سنين باش الله يقول لي يقول لي ياك اخويا نقول لا لا سنين المهم اسيدي لا لا <applause> خرج لي شي واحد في الكومونتير يقول لي عاد شفتك داك العام اخويا عصباز انت المهم امين وجيت للمغرب عام ونص عام ونص تقول لي عشتك تقول لي وين شتك كاين هنا البارح كتقول لي كتكذب على عباد الله المهم تقريبا عام ونص ما جيتش للمغرب سير على الله من دخلت المغرب على الله كيف جاك المغرب؟ تخلعتي ولا جاك مزيان ولا؟ تخلعت <applause> لا لا أه، علاش إسترالية اش إسترالية الفرق قبل ما نمشي للميريكان الناس ما كانوش كيعرفوني كنت في السوشيال ميديا وهادي ولكن ما كانوش كيعرفوني بزاف قليل بزاف اللي كيعرفني فاش مشيت الامريكان رجعت تصدمت حيت دابا في الميريكان دابا كاين فرق دابا شي واحد كيدير الكونتنت كريشن هنايا كيدير الفيديو كيخرج كيكون كي معروف كدير فيديوات كتخرج الناس كيعرفوك كي في البلاصه كتحس بالامباكت فاش كتكون برا كدير فيديو كتسد داك التليفون وداك البيسي وداك الشيء كتخرج كتعيش الحياه ديالك حتى واحد ما كيعرفك تما ما آه. عمر طاح لك في بالك الناس كيعرفوا دونك عمرك حسيت بديك القوه ديال لي زابوني لوم لا انا كيبانو لي ارقام اه انا كيبانو آه. لي ارقام انا, آه. أنا دابا عاد حسيتي بهم ملي جيتي بزاف شنو وقع لك بحال شنو وقع ليا في الطياره في ميامي فاش كنت انا جيت من ميامي اوكي ميامي كان بزاف ديال الناس عرفوني بزاف عرفوني تما جلسة سلموا عليا في الطياره تاو عرفوني في المطار عرفوني تصدمت حيت ما, ما كان ما كنتش متوقعه توا دلوة... شحال كاع انا عندي كان... من فالور كاع شحال راه 100 وصرف 124 اه راه كوم 125 قلنا في الفيسبوك شي 289 بحال هكا ولا 87 واقيلا ما كنتش انا كنقول في عقلي زعما اللي مشهور هو اللي عنده مليون متتبع ويكون وتا ديك الشهره تا فيها وفيها انا ما كنتش كنت المهم بالعربيه ما كنتش كنتوقع غادي يكون عارفيني الناس انا دابا وليت كنخرج كنلقى بزاف ديال الناس عارفين كاين الناس اللي كيهضروا معاك اه كيعجبني داك الشيء ما كيعجبنيش كاين الناس اللي كيجي كيقول لك ما كيعجبنيش داك الشيء واحد السيد جا عندي في مرجان قال لي داك الشيء اللي كدير ما كيعجبنيش وقف عليك في مرجان كتقدا اه قال لي لك هكا قال لي داك الشيء اللي كدير انا ما كيعجبنيش وسولته علاش وبقينا كنناقشوا ولقينا مشكل اخر السيد عنده ماشي انا وانما مشكل اخر ضارو داكشي علاش داكشي اللي لك كنقول انا كيبرزطو وكانت كانت زعما ديسكاشن زوينه وفي الزنقه عاوتاني كي الناس كاين الناس كيما قلت لك اللي كيهضروا معاك وكاين الناس اللي كيبقاو يشوفوا فيك كيحشم يجي يهضر معاك كيحشم يهضر معاك ولا شي حاجه ولا كيجي يشوف فيك كتحس انت بشي واحد كيشوف فيك كتبرز شي شيء انا مولفهاش انا في أمريكا ما كناخذ كن راحتي هنا شي شويه م... ماشي خايبه ولكن غير جديده جديده علي انا ما غريبه شي شويه اوكي تبغى الطراس اللي مره مره انا وقعت لي قيل على لا 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 وقعت لي منين جيت جيت من, من فرنسا آه. كانوا اللي لهي الناس في فرنسا صراحه مم. في باريس حتى باريس مجموعين فيها بزاف المغاربه آه. آه. مي ولات اكثر من جيت المغرب آه. سورتو ملي كنجي ديفيل الكبار بحال الرباط ولا كازا آه. كيعرفوني الناس مي كتفرح كتقول بعدا تعرفوك الناس مم. الفكره ديالك راه كتوصل خاصة كان شي واحد كيجي كي وكيقول لك مثلا بدلتي لي حياته في شي حاجة ولا أوه. قلتي شي حاجة عجباتو اكزاكتومون تتحس بشي حاجة زعما واحد لامباكت كاين زعما فا يعني عندك ذاك الميساج ديالك راه تيوصل وتيعاون بعض الناس مم. أوكي اوكي با زوير الله يحفظك صافي النهاية قابلك. انا ما كنعرفش نبقى اسمك معاك الصراحة اخويا الصراحة انت جبتي لنا عصير بعدا ولا شي حاجه نشربها نبقاو معاك حتى لغد ليه ياك يا خويا لا كنضحك معاك كنضحك معاك شكرا بزاف على على قبول الدعوه الله يحفظك مازال تجي في بودكاست اخر ولا نجيو على السلام نجيب العصير ونجيب كل ويلي نجيب الحلوى العصير وكل نجيب اللي بغيت بغيت تقول اخر كلمه الناس اللي كيتبعونا اها من المغرب سيرتو اها فوالا شي اخر كلمه اخر كلمه تكون حاولوا تهضروا ندوز هكا نشوف هكا تشير حاولوا تعلموا تهضروا على الفلوس مع العائله مع الاطفال مع باك مع امك هضروا على الفلوس شحال شريتو هادي بشحال درتو هادي انا شحال كنشد شحال ما كنشدش الى لقيتي التجاوب هضروا على الفلوس ما تبقاوش تخبيو على بعضياتكم كل ما كتهضروا على الفلوس كل ما كيتحلوا مشاكل كنظن بزاف ديال المشاكل ما كانوش غيوقعوا كون كانوا الناس كيهضروا على الفلوس للاسف كلشي خايف من الاخر لا ما خصوش يعرف عليه لا تيجيبوها في لا في الزواج لا مع الاب لا مع الام لا مع الاخوه لا مع الاصدقاء كتبقى لك مدرك ومدرك حتى ستس... تيوقعوا المشاكل هذا هو الجهد اللي نقدر نقول بارك الله يحفظك يا الله يحفظك لي ده 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 <applause> الله يخطيك تهلا ليا في راسك الله يحفظك الله يحفظك